اليوم سيكون عن موضوع أنا أعتقد أنه من الموضوعات الهامة والموضوعات التي تواكب المرحلة الحالية، وهو موضوع البيانات الضخمة. أصبح اليوم الجميع يتحدث عن البيانات الضخمة، وصرنا نستمع إلى كثيرين يتحدثون عنها. والبيانات الضخمة يتم تناولها من عدة زوايا، ولكن في مجملها هي تتحدث عن كيفية السيطرة عليها والإفادة منها. ما هي البيانات الضخمة؟ طبعا هذا السؤال يجب أن نجيب عليه في البداية حتى نستطيع أن نستمر في الحديث عن الموضوع. هناك من أطلق على البيانات الضخمة المسمى الذي ترونه أمامكم النفط الجديد، كناية عن قيمة النفط بالنسبة للشعوب التي تمتلك النفط وهو يعد ثروة. فالبيانات الضخمة من حيث قيمتها، هناك من يراها أنها تقع في مصاف قيمة الثروة البترولية أو تزيد، وليس هناك تعريف قطعي يتفق عليه الجميع من حيث ألفاظه، لكن هناك اتفاق عام في المعنى، أو هناك فهم مشترك حول مفهوم البيانات الضخمة. ومن حيث مسماها الجميع يدرك ما معنى البيانات. البيانات هي كل ما يتم إدخاله في أجهزة الحاسب الآلي من أرقام أو نصوص أو صور أو مقاطع أو فيديوهات، كل هذه تسمى بيانات. في وقتنا الحاضر مع تسارع الأعمال ووجود الشبكات الداخلية وشبكة الإنترنت وكثرة المستخدمين، أصبح هناك كميات مهولة من البيانات التي تدخل وتلج في الفضاء. ولذلك البيانات الضخمة هي تلك البيانات الكبيرة في حجمها التي يتم تخزينها بطريقة غير منظمة، فيصعب على الجهات التعامل معها لأنها كبيرة ولأنها غير منظمة. هناك من عرفها بأنها مجموعة بيانات متنوعة بكميات كبيرة يصعب التعامل معها بشكل جيد. يمكن تتعامل معها لكن لا تتعامل معها بالشكل الأمثل أو بالشكل الأفضل. وهناك أيضا من قال عنها أنها البيانات التي لا يمكن تخزينها لكبرها لضخامتها، لا يمكن تخزينها أو تحليلها والخلوص إلى أهم ما فيها من قيم من خلال البرامج التقليدية اللي نتعامل معها، سواء برامج الأوفيس أو البرامج الأخرى التقليدية. في يعني منظور آخر نقول البيانات الضخمة هي عبارة عن مجموعة البيانات الضخمة جدا والمعقدة. تعقيدها يأتي من تنوعها ومن كثرة مدخلينها ومن كثرة الجهات التي تقف وراءها. هذا الحجم الكبير وهذا التنوع الذي أحدث يعني كم معقد، أصبحت معه البيانات عاجزة عن معالجة هذا الكم، ولا يمكن الوصول إلى أهم ما فيه بسهولة، ولذلك تبقى القيمة الحقيقية في داخل هذه البيانات مفقودة بسبب عدم قدرة الجهات على الوصول إلى ما تريده في داخل هذه البيانات بالشكل المطلوب وفي الوقت المطلوب. طيب، إذا كان هذا هو مفهوم البيانات الضخمة، فمن أين يتم إنتاج البيانات الضخمة ومن أين تولد؟ مصادر البيانات الضخمة متنوعة ومهولة جدا، هذه أمثلة عليها وإلا ما تعرفونه ربما يفوق هذه. هناك مصادر يتم توليدها من مدخلات أحد الأنظمة الآلية، مثل السجلات الطبية في مستوصف أو مستشفى، عندما يأتي المريض يفتح ملف يقوم الموظف بطلب معلوماته ثم يدخلها، أصبح لديه سجل طبي إلكتروني سجلت فيه زياراته المتتابعة للمستشفى. شركات التأمين التي تقوم بالتأمين على الوضع الصحي أو على المركبة أو على المنشأة، السجلات المصرفية في البنك للمتعاملين معه من أفراد وجهات. أيضا هناك بيانات تنشأ عن التعامل بين جهتين، الجهتين يعني يتم إرسال واستيراد البيانات بين الجهتين، مثل معاملات البطاقات الائتمانية عندما يقوم مستخدمها باستخدامها عبر أجهزة الصراف، فإن هناك بيانات
يقوم هو بإدخالها الجهة المستقبلة، سواء البنك نفسه أو بنك آخر وسيط يستقبل البيانات ثم تعود إليك النتيجة على الشاشة. هذه تراسل البيانات بين طرفين تجري عن طريق الإنترنت بوسائل متنوعة كما تعلمون. وهناك نوع آخر من البيانات يتم التقاطه عبر شبكات أجهزة الاستشعار، على سبيل المثال التصوير بالأقمار الصناعية، أجهزة استشعار الطرق الآن كاميرات الرصد ساهر وما شابهها، أجهزة استشعار المناخ التي تتنبأ بالرياح والأمطار والأحوال المناخية في 24 ساعة والأيام المقبلة، كاميرات المراقبة التي يتم وضعها على أسوار المنزل أو في داخل المنشأة أو في مدرسة أو في أي مكان. هذه كلها أجهزة تلتقط بيانات وتلتقط أفلام، تلتقط صور يتم تخزينها. هذه تحتاج أيضا إلى متابعة، وهي واحدة من مصادر البيانات. أيضا هناك مصادر واردة عبر أجهزة التتبع، مثل تتبع البيانات الصادرة عن الهواتف المحمولة، والآن بإمكان شركة الاتصالات أن تتبع جهازك الذي فقدته أو لا قدر الله سرق، ويعني تستطيع تحدد مكانه ويسهل تعطيله أو الوصول إليه بشكل أو بآخر. أيضا النظام العالمي لتحديد المواقع، إذا أنت سمحت مثلا جوجل أنه يحدد موقعك فيستطيع عن طريق الاستشعار أن يتتبع مكانك ويعرف مكانك. أيضا الشركات التي تتبع مثلا حركة النقل للسيارات التابعة لها. هناك نوع آخر من مصادر البيانات، وهو تتبع البيانات السلوكية، مثل عدد مرات البحث على الإنترنت. يعني أحيانا الآن بعضكم يلاحظ أن الجهاز أصبح يفهم المواقع التي يبحث عنها مستخدمه، فتجده دائما يقترح عليك أكثر المواقع زيارة من دون أن تطلبها منه، لأنه يعتقد أنك في كل مرة ستطلب مثلا بريدك، ستطلب مثلا محرك البحث جوجل، فتجده من ضمن الاختيارات التي يبادر الجهاز بعرضها أمامك لتختارها، ونادرا ما يكون اختيارك خارج عن هذه المواقع التي هو رصد كثرة طلبك إياها. نفس الشيء في اليوتيوب، تلاحظون أن المقاطع التي يكثر متابعتها هي التي دائما تخرج لك في جهازك كلما عدت لمشاهدة اليوتيوب. أيضا هناك مصدر آخر حول بيانات استطلاعات الرأي، مثل الاستبانات الإلكترونية، مثل قضية معينة يتم طرحها عبر مثلا موقع صحيفة على الإنترنت أو عبر جهة مهتمة برصد الآراء، مثل بعض الشركات اللي الآن بدأت تتخصص في رصد آراء المستهلكين في التسوق. هذه كلها مصادر من خلالها يتم استيراد البيانات وجلبها، ولكم أن تتخيلون الكم الهائل الذي يرد من خلالها. في كل الأحوال طبعا الإنسان هو محور كل هذه الحياة وما فيها من أحداث، فهو المنتج الرئيسي للبيانات والمصدر لها والمستورد لها والمتعامل معها والذي يهتم لها والذي يعنيه بالمقام الأول قضية إدارتها وتخزينها ثم تحليلها واستخراج القيم المضافة منها، وهو الذي يستخدم تلك الأجهزة التي من خلالها يتم إطلاق هذا الكم الهائل من البيانات، سواء كانت أجهزة ذكية مثل الهواتف الذكية وأجهزة التابلت أو حتى أجهزة الحاسب الآلي المحمول والمكتبية وكل شيء آخر متصل بالإنترنت. تعرفون اليوم مع إنترنت الأشياء أصبحت الوسائل المتصلة بالإنترنت كثيرة جدا، يمكن أن تحدث بيانات بأشكال كثيرة جدا. طبعا هناك ملايين من الأفراد في أنحاء العالم يستخدم الهواتف المحمولة، ويعني انظر في محيطك أسرتك وزملائك ستجد الجميع حتى صغار السن الأطفال أصبحوا اليوم لديهم إما هواتف محمولة أو أجهزة ذكية، ولذلك فإن الرقم الذي يتوقع أنه موجود هو رقم مهول جدا. مجلة القافلة ذكرت في عدد سابق أن عدد أجهزة الهواتف المحمولة تجاوز 8 مليارات هاتف. تخيل 8 مليار هاتف تعمل، ماذا تنتج؟ تنتج الكثير من البيانات.
فهناك ملفات نصية، هناك رسائل SMS، هناك واتساب، هناك صور، هناك فيديو، هناك بريد إلكتروني، هناك فيديو. كل هذه الأمور تعتبر بيانات تنتجها تلك الأجهزة التي يتعامل معها ملايين البشر. أيضا البيانات تنتج عندما يتم إجراء عمليات مثل تحويل الأموال، سواء عن طريق الإنترنت من خلال حسابك على البنك أو من خلال حتى زيارتك للفرع ويقوم البنك نفسه بعملية التحويل من خلال مواقع السوق المالية على الإنترنت اللي هو الأسهم وما شابه ذلك، من خلال التسوق الإلكتروني. الآن أصبح لدينا الكثير من وكلاء التسويق الإلكتروني وأصبحوا يقدمون الكثير من الخيارات للمستخدمي الإنترنت. أصبحت من خلال جهازك الذي تحمله في يدك تقوم بالكثير من عمليات التسوق من أنحاء العالم وأنت لم تبرح بيتك عن طريق استخدامك لفضاء الإنترنت. كل هذه العمليات التي تقوم بها هي عمليات مرصودة ويتم تتبعها واقتفاء أثرها لاستخلاص النتائج التي تعود على السوق أو التجار بالفائدة. عمليات استخدامك للتلفزيون ومتابعة القنوات هي مرصودة ومتابعة، ولذلك القنوات تستطيع أن تخرج بتقارير لنسبة المشاهدة والاستخدام عليها وتقدمها في تسويق الإعلانات لدى الشركات المعلنة لديها. كل تلفزيون يدعي أن لديه نسبة مشاهدة أعلى من التلفزيون الآخر، وهكذا يستطيعون استثمار تلك البيانات في اكتساب المزيد من الدعاية للتجار. الآن أصبح بالإمكان عبر أيضا بوابات إلكترونية ذكية عن طريق إنترنت الأشياء تحديد العبور على جسر أو بوابة مطار أو بوابة مكتبة، ويستطيعون رصد نوع المارة وعددهم وربما أعمارهم إذا كانوا هم يحملون في مثلا السيارة ولا في المحفظة سواء بطاقة ذكية أو حتى يعني جهاز استشعار. يتم رصد هذه الحركات و يعني الخروج ببيانات عن عدد الذين مروا، نوعهم، جنسياتهم، اهتماماتهم، والساعات التي مروا فيها، هل هي ساعات مسموح بها أو ساعات في وقت متأخر. كل هذه تعطي معلومات يمكن بناء عليها يعني أخذ قرارات معينة. أيضا المطاعم اليوم أصبحت يعني تتعامل باهتمام عن البيانات الضخمة. المطعم يريد أن يتعرف كثيرا على رأي الزبون وأكثر اهتماماته والطلبات التي دائما يكثر طلبها، فيمكن أن يرصد من خلال الفواتير التي يصدرها كل يوم كثرة أو نوع الطبق الذي يكثر الطلب عليه حتى يستطيع تأمين يعني الكميات الكافية منها في المرات القادمة. وهكذا بقية أنواع البيانات التي يمكن أن يتم الاهتمام بها. فإذا قلنا أن الأجهزة الذكية هي واحد من أهم مصادر البيانات، فإنها يعني تولد البيانات من خلال الرسائل النصية أو المكالمات أو مشاهدة الفيديو أو رسائل البريد الإلكتروني كما ذكرنا قبل قليل. طيب البيانات الضخمة يا جماعة هي يعني نوعين. النوع الأول وهو قليل يشكل نسبة ضئيلة جدا هو بيانات منظمة محفوظة بشكل سليم يتم التعامل معها والاستفادة منها، ولكن هذه البيانات لا تشكل إلا جزء بسيط جدا من كمية البيانات الضخمة الموجودة حاليا. الجزء الأكبر هو يمثل مشكلة حقيقية للجهات المالكة لهذه البيانات، فهي كم ضخم مما ينتجه البشر من بيانات خام لا زالت تحتاج إلى قرضلة وتصنيف وتنظيم وتحليل حتى تكون ذات قيمة. فهي معلومات أولية غير منظمة مثل رسائل البريد الإلكتروني اللي كل يوم يعني تلاحظون ما يرد إليكم في بريدك الإلكتروني، تفتح تجد كم هائل من الرسائل التي لا تعرف مصدرها لكنهم رصدوا بريدك وبدأوا يتواصلون معك.
أنت نفس الشيء عندما تقوم بإرسال رسائل بريد إلكتروني فإنها تتضمن الكثير من البيانات التي أنت شخصيا قد تكون نسيتها في وقت من الأوقات، وتمثل لك قيمة لو أحسنت طريقة البحث عنها واسترجاعها. بالإضافة إلى مقاطع الفيديو التي تسجلها أو التي تنتجها أو التي تشاهدها، أيضا تغريداتك على حسابك في تويتر، تغريدات مهولة جدا، المنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وغيرها، لينكدين، كل هذه بيانات ضخمة غير منظمة، لا يتم تجميعها بشكل منطقي، لا يتم التعامل معها بشكل سليم، فتجد صعوبة في استرجاعها أو البحث فيها كلما احتجت إليها. ولأجل ذلك فإنه من الصعب استخدام البيانات الضخمة بفعالية، والحال كما قلت غير منظمة وغير مصنفة، فوضعها هذا يصعب على الفرد والمنظمة التعامل مع هذه البيانات والاستفادة منها. إذن ما هي الطريقة التي يمكن أن نسيطر بها على هذه البيانات لنستفيد منها؟ لابد من استخدام البرمجيات أو الأنظمة الآلية المتخصصة التي بنيت وصممت لأجل حفظ وتنظيم وتحليل البيانات الضخمة. بدون هذه الطريقة لم تستطيع المنشأة ولا الأفراد التعامل بشكل جيد مع هذه البيانات. هي ليست كافية من دون توفر أيضا الشخص المؤهل الخبير المتخصص الموظف الذي يستطيع أن يتعامل مع هذا البرنامج أو هذا النظام بشكل سليم، لأن البرنامج لوحده لا يعمل إلا بوجود موظف، والموظف لوحده لا يستطيع أن يسيطر على البيانات إلا بأداة وهي البرنامج. فعندما يتوفر البرنامج المتخصص والموظف المؤهل الذي يمكنه التعامل مع هذه الأدوات الخاصة بتنظيم البيانات، فإننا إن شاء الله سنحصل على نتائج ممتازة في تحليل البيانات وتحويلها إلى قيمة مضافة. الموظفين أعتقد أن الخلفيات العلمية التي يجب أن لا يخرجوا عنها هي علم المعلومات، وهو المعني بتنظيم وتصنيف البيانات بطريقة منظمة وفق علوم المعلومات، وعلم الأحصاء الذي يتكلم عن التحليل واستخراج النسب وقراءة الأرقام، وأيضا متخصصي الحاسب الآلي المعنيين بالبرمجة وتقديم الدعم الفني. فعندما يتوفر لديك موظفين من هذه الخلفيات العلمية مع النظام، فإنك بإذن الله تستطيع السيطرة على البيانات الضخمة إذا وجدت لها مستودع يستوعبها ويستطيع حفظها. طبعا فيه تنبؤ أن السنوات القليلة القادمة سوف تكون المؤسسات والأفراد مضطرين للتعامل بشكل روتيني مع بيانات ضخمة جدا تقاس بوحدة القياس بيتا بايت، والتي خزنت في صيغ متعددة عبر منصات مختلفة، وأعتقد أن اليوم بدأنا فيها. كل التعاملات الآن الإلكترونية التي بدأت تتيحها الجهات الحكومية هي يعني تصب في هذا المجال، ويمكن نضرب مثال على بوابة وزارة الداخلية أبشر التي تتيح الكثير من الخدمات التي تسمح للمتعامل معها أن يجري كافة الأعمال التي كان يحتاج ل وقت وجهد في السابق لإنجازها، كان يحتاج إلى عدة أيام مراجعة ووقوف في سيرة طويل لساعات طويلة، ثم ينتظر ويقوم بعدة أعمال يدوية. هذه كلها اليوم اختزلت، وأصبح بإمكانك في دقائق معدودة من مكتبك أو من بيتك أن تنجز هذه الأعمال. كل هذه الحركات التي تقوم بها هي بيانات ضخمة مهولة، يجب أن تكون الجهات جاهزة للتعامل معها. وهذا يعني أن حجم البيانات يزداد بشكل عام بسرعة مذهلة، ويتضاعف حجم البيانات أضعاف كثيرة في كافة المجالات، في المجالات التجارية، في المجالات الصحية، في المجالات التعليمية، في المجالات الأمنية، في جميع المجالات. والواقع يعني يشهد بذلك وأنتم تعيشونها يوميا. المخالفات المرورية، استخراج الرخص، تجديد الاستمارات، شراء السيارات، نقل الملكيات، الحوادث، هذه كلها معلومات خاصة بإدارة المرور يصب
يوميا منها أعداد مهولة من بشر مختلفين في عدة مواقع. هذا مثال بسيط على واحدة من الخدمات المعنية بجمع البيانات وهي إدارة المرور. البيانات الضخمة ما دامها بهذا الشكل وبهذا التعقيد وبهذا التنوع، ما هي خصائصها؟ خصائص البيانات الضخمة التي تتميز بها أنها ذات أحجام كبيرة جدا، ذات أحجام هائلة، ذات أحجام تفوق السيطرة. فيقدر الخبراء أنه بحلول 2020 سيحتوي الإنترنت على كميات مرعبة من البيانات تقدر بأضعاف أضعاف أضعاف ما هو موجود اليوم، نتيجة للتسارع اللي تشوفونه وترونه من حواليكم في كافة مناحي الحياة. فقط ارصد ما تشاهده منذ أن تستيقظ من النوم حتى تعود إلى النوم، في منزلك، في التلفزيون، في التسوق، في العمل، في الجامعة، في المدرسة، في الطرقات، في المطارات، في الموانئ، في المستشفيات، ستجد يعني كميات مهولة من البيانات التي يمكن أن تنظر إليها وهي يعني ترد بكميات مهولة. أيضا من خصائص البيانات السرعة، فهي يتم توليدها وإنتاجها بسرعة مهولة، يعني مع كل طرفة عين هناك بيانات ضخمة تنتج وترد إلى ساحات الجهات. لمعالجة مجموعة صغيرة من البيانات المخزنة في قواعد البيانات على سبيل المثال إكسل، وورد وما شابه ذلك، يعني التعامل معها كان بسيط والأمر سهل، يعني يمكن التعامل معها كل بيانات على حدة بشكل متسلسل إلى أن يتم الانتهاء منها جميعا. لكن مع هذا التضخم اللي نعيشه اليوم أصبحت الحاجة ملحة إلى إيجاد نظم خبيرة، نظم متخصصة، نظم صممت لإدارة البيانات الضخمة والتعامل معها وتنظيمها ثم تحليلها للخلوص إلى نتائج. هذه البرمجيات يجب أن تكون قادرة على التعامل مع البيانات فور ورودها، ما تنتظر حتى يتراكم كم هائل ثم تبدأ في عملية المعالجة، بل يتم معالجتها فورا بناء على برمجة النظام المسبقة قبل وصول البيانات. فيتم تصنيف البيانات وتوزيعها وتفكيكها إلى أجزاء صغيرة جدا حسب المواقع الخاصة بكل جزئية حتى تتم السيطرة عليها والاستفادة منها لاحقا. من خصائص البيانات الضخمة تنوع الملفات كما أسلفت سابقا، لديك تغريدة، لديك مقطع، لديك نص، لديك رسالة واتساب، لديك بريد إلكتروني، أشكال لا حصر لها من البيانات التي ترد عبر الهواتف المحمولة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبر أجهزة الحاسب الآلي، عبر أجهزة الصراف، عبر أجهزة الاستشعار عن بعد، عبر أجهزة رصد السرعة. كل هذه وسائل تقدم لك بيانات مختلفة. من خصائص البيانات القيمة التي تختزنها. البيانات الضخمة ذات قيمة، أنا أسميها الكنز المفقود، فيها قيمة هائلة جدا لم يتم استغلالها ولا استثمارها بسبب عدم الاهتمام بها وعدم وجود البرمجيات القادرة على التعامل معها حتى الآن إلا في نطاق ضيق. بدأت بعض الجهات التي أدركت قيمتها بالتعامل معها من خلال برمجيات في هذا المجال. هذا شكل ترجمته ولا هو موجود أصلا، يتكلم عن خصائص البيانات التي ذكرتها لكم قبل قليل: حجم البيانات، سرعة نمو البيانات، تنوع البيانات، قيمة البيانات. طيب، على هذا النحو يا جماعة أنا أقول يعني البيانات الضخمة هي معضلة وهي تحدي وهي إشكال كبير جدا لوضعها الذي هي عليه. لماذا؟ البيانات الضخمة تشكل هاجس حقيقي لدى الكثير من المنظمات والإدارات والقطاعات والمؤسسات، لأنها تنمو بشكل كبير جدا وتزداد ضخامة لدرجة أن الجهات التقليدية تحتاج إلى توسيع السيرفرات والذاكرات وزيادة قدرات الحاسب الآلي، و تضطر أحيانا لمسح البيانات القديمة وأحيانا تخزينها على وسائط تخزين خارجية، ربما تتعرض للتلف، ربما تتعرض للفقد.
فعلا تشكل معضلة للجهات التي تتعامل مع بيانات ضخمة تزداد وترد إليها باستمرار. فهي تشعر بالعجز أمام هذا الكم الهائل من البيانات، وتشعر بأنها غير قادرة على السيطرة عليها، مما يضطرها إلى أن تفقد هذه البيانات. في الجهة التي اللي واحدة من الجهات التي عملت فيها كان لديهم كم هائل من البيانات المتعلقة بكتب كانت تخزن بالطرق التقليدية، ضاقت الذاكرة على التخزين، فاضطروا إلى أنهم يوجدون وسيط خارجي لتخزين المعلومات. الوسيط الخارجي بعد مرور فترة من الزمن يعني احتفظوا به، ثم تغيرت مواقع المكاتب، انتقلوا من مكتب إلى مكتب، في أثناء النقل فقد هذا الوسيط الذي خزنت عليه البيانات. المهم بعد مرور عدة سنوات احتاجت هذه الجهة إلى البيانات القديمة، فبحثت عنها، بحثت بحثت، لكن لا فائدة، لأن التعامل مع البيانات لم يكن جيد، حفظت بشكل غير منظم، حفظت في وسيط غير آمن، وسيط يمكن فقده، يمكن سرقته، يمكن تلفه. هذه واحدة من أمثلة عدم القدرة على السيطرة على البيانات. لذلك فإن التعامل مع البيانات الضخمة أو ما يسمى بالبيج داتا يمثل معضلة حقيقية، من حيث الحجم المتزايد، وحجم متزايد بشكل سريع جدا، حجم مهول، يعني بالثانية أنت تواجه أعداد كبيرة جدا. وخذ مثال، يعني الآن لو بتتكلم عن خطوط السعودية على سبيل المثال، خطوط السعودية كم عدد الأشخاص الذين يزورون موقعها على الإنترنت للتسجيل ولحجز رحلة؟ ولاحظ أن هناك من لا يتم عملية السداد، وهناك من يقوم بتغيير موعد رحلته بعد شراء التذكرة، وهناك من لا يصل على الموعد فتفوته الرحلة، هناك من له وجهة داخلية، وهناك من له وجهة دولية، وهناك من لديه ترانزيت، يعني محطة في النص ثم ينتقل إلى محطة أخرى. كل هذه البيانات بهذا التنوع، وتأتي من مثلا سعودي، غير سعودي، من ذكر، من أنثى، من شخص لنفسه، من شخص لأسرته، كيف تتعامل شركة الحقوق السعودية مع هذا الكم الهائل من البيانات؟ تخيل أنه ليس لديها وسائل تخزين أو تنظيم لهذه البيانات بشكل دقيق. في يعني مرحلة بسيطة يعني تضطر الحقوق السعودية إلى التوقف عن العمل، لأنها غير قادرة على السيطرة على البيانات ولن تتمكن من إنجاز معاملاتها، لكنها أدركت ذلك فأوجدت الأنظمة الآلية التي تساعدها في تسيير أعمالها. أيضا البيانات الضخمة تمثل معضلة حقيقية، من حيث الحاجة إلى كما قلت مساحات تخزين هائلة ربما تفوق مقدرة بعض الجهات المالكة لهذه البيانات. يعني لو كنا نتكلم عن مستوصف أو مدرسة أهلية أو منشأة صغيرة، لكن يتعامل معها أعداد مهولة، ستضطر إلى أنها كل يوم تأتي بمساحة تخزين أكبر ومساحة تخزين أكبر ومساحة تخزين أكبر، إلى أن تقف عاجزة عن التوسع، فتضطر إما إلى مسح البيانات القديمة أو ضياع وفقد البيانات لعدم القدرة على تنظيمها واستيعابها. أيضا تمثل البيانات الضخمة معضلة، لأنها كما قلت في البداية كنز مفقود غير مستغل، لا يوجد وسيلة لتحويل هذه البيانات إلى عوائد يستفاد منها. تخيل أن المؤسسة تنظم معلوماتها ثم تتابعها وتتعرف عليها بشكل جيد، ستخرج منها بفوائد. يذكر لي أحد الأشخاص في شركة أرامكو أن موظف كان يعمل في الشركة وكان منتظم جدا، كان مثال للمواظبة على العمل. هذا الشخص في فترة من فترات عمله أصبح شخص مختلف، يتأخر عن العمل، عندما يحضر تركيزه قليل، مشغول الذهن، دائما شارد، أداءه تراجع كثيرا.
لاحظ المدير هذا التغير على الموظف، فرفض هذا السلوك وبدأ يعني يتابع الموظف على مدى عدة أيام، ثم طلب من زملائه معلومات عن هذا الشخص يعني حتى يستطيع المساعدة أو معالجة وضعه. فسأل زملائه لماذا أصبح الزميل يتأخر، لماذا أصبح شارد الذهن، لماذا صار أداءه مختلف عما كنا نعهده. فعرف أن هذا الموظف تزوج حديثا وهو من خارج المدينة التي يعمل فيها، وقدم بزوجته إلى المدينة. عمله في الشركة عمل متغير، أحيانا في الصباح وأحيانا في الليل، فالزوجة حديثة عهد بالزواج وهي صغيرة في السن في شقة، فكان إذا ذهب لعمله المسائي تشعر بالخوف والرعب في سكنها، وتتخيل أصوات، تتخيل أبواب تقرع، تتخيل، فأصبحت تشكل له إزعاج كل يعني ما ذهب للدوام المسائي. اتصلت بعد وصوله بربع ساعة نصف ساعة: أنا أسمع أصوات، أنا يتهيأ لي، أنا فيه ناس يقتربون من الباب. فالرجل أصبح مشغول ذهنيا في وضعه الأسري. عندما علم رئيسه بهذا الشكل حاول أن يساعده في أن يبقى دوامه للفترة القادمة في الفترة الصباحية، ثم وجد بالصدفة زميلا آخر من زملائه أيضا يمر بنفس الظروف حديث عهد بالزواج، فاقترح عليه أن يتجاوران في السكن، وأيضا أن تكون فترات دوامهم متزامنة، فيكونان في المساء معا ويجتمع الزوجتين في سكن أحد الزملاء حتى تنتهي الوردية ويعود كل منهم إلى بيته. متابعة هذا الموظف، جمع هذه المعلومات ثم تحليلها ثم الاستفادة منها في مساعدة هذا الموظف لتغيير وضعه وتحسين سلوكه وأدائه بما يعود بالنفع على العمل، كانت يعني طريقة ذكية من إدارتها التي اهتمت بهذه البيانات وتحليلها والخروج بعائد منها يساعد المنظمة على تحسين أداء الموظف. هذا مثال على الاهتمام بالبيانات، وإلا هناك أمثلة أخرى. لذلك الشركات وهي المعنية بالربح والمعنية بتحقيق العوائد والتي لديها تارجت يجب أن تصل إليه في كل سنة، أدركت أن البيانات الضخمة تحتاج إلى جهود كبيرة جدا في إنتاج برمجيات قادرة على التعامل مع هذه البيانات. فالشركات المتخصصة في إدارة المعلومات وتقنياتها وشركات البرمجيات الحاسب الآلي ونظم الانطولوجيا وإدارة المعرفة أدركت أهمية التعامل بطرق أكثر قدرة على التحكم في هذه البيانات الضخمة والإفادة منها بأفضل الطرق حتى تستطيع معالجتها وتحويلها إلى معلومات يسهل استخراج المعرفة والقيمة المضافة منها، وبذلك نحصل على عوائد متنوعة: عوائد اقتصادية، عوائد اجتماعية، عوائد أمنية، عوائد تعليمية، عوائد صحية. كل هذه الأنواع يمكن الوصول إليها من خلال تحليل البيانات الضخمة وسبر أغوارها بما يعود بالفائدة. ولذلك فالفرصة كبيرة عندما تقوم المنظمات باستقطاب الموظف الكفء المؤهل وتوجد لديه برمجيات قادرة على مساعدته في تحليل البيانات الضخمة. الفرصة مهيئة لتحويل البيانات الضخمة إلى قيمة مضافة تستفيد منها المنظمة وتحقق مركز متقدم في التنافسية مع نظيراتها. طيب، حجم البيانات الضخمة المتنامي والمتنامي بسرعة، سرعة هائلة جدا. يذكر مؤشر سيسكو للشبكات البصرية في تقرير له صدر في عام 2016 يقدر حجم البيانات خلال الفترة من 2015 إلى 2020 بأن حركة البيانات المتنقلة عالميا ستزداد ليس ضعف وليس ضعفين بل
ستزداد 8 أضعاف تقريبا، وأن حركة البيانات المتنقلة تنمو بمعدل مركب بلغت نسبة 53% لتصل إلى 30.6 إكسا بايت شهريا بحلول 2020، وهذا يعني مقدار مخيف جدا من البيانات ما لم يكون هناك طاقة استيعابية وأنظمة قادرة على التنظيم لهذه البيانات والتصنيف لها والتحليل، وإلا فستكون كارثة يعني تعاني منها الجهات المالكة لتلك البيانات. وفي عصر المعلومات تواجه الشركات الكبيرة التي لديها أعمال تنتج بيانات تواجه مشاكل في تضخم البيانات، وخاصة التي لديها جنسيات متعددة، يعني الجنسيات المتعددة تعني ثقافات متنوعة، لغات متنوعة، سلوك مختلف، فستجد يعني هناك حاجة للتعامل مع كل جنسية بطريقة مختلفة أيا كانت درجة الاختلاف. أيضا الشركات التي لديها فروع، هذه الفروع في دول مختلفة، هذه الدول لها أنظمة، لها قوانين، والوصول لهذه الدول لها متطلبات، بعضها تحتاج فيز، بعضها ما تحتاج فيز، بعضها إجراءاتها صعبة، بعضها إجراءاتها سهلة. أيضا الشركات التي لديها عملاء في دول عدة، العملاء هؤلاء رغباتهم تختلف، حاجاتهم تختلف، الوصول إليهم ليس بدرجة سهولة واحدة، العملة التي يتعاملون بها تختلف، الدخل القومي للدولة التي يوجد فيها هؤلاء العملاء يختلف في دول غنية، في دول فقيرة، في دول شعوبها قادرة على الدفع، في دول شعوبها غير قادرة. كيف تستطيع أنك تتعامل مع هذا التنوع وتحقق من وراء فائدة من دون أن تؤثر على قيمة المنتج الذي تقوم بتسويقه؟ فعندنا من أمثلة الشركات، شركات الحاسب الآلي، تعرفون الآن مثلا شركة HP، شركة IBM، شركة Acer، كل هذه الشركات اللي تنتج حاسب آلي تجد المنتج هو نفسه موجود في السعودية، موجود في مصر، موجود في بريطانيا، موجود في أمريكا، من الشركة التي أنتجته، فهي تتعامل مع كل تلك الدول ب يعني ذلك التنوع الجغرافي والسكاني والثقافي وتنوع اللغة والأعراق وما شابه ذلك. أيضا شركات السيارات تجد مثلا سيارات يابانية غزت العالم، الصينية كذلك، الكورية وهكذا. لذلك بدأنا نواجه معضلة التركيز، ونضع تحت التركيز 10 خطوط التركيز على بيانات الضخمة في مجالات الأعمال التجارية، لأن الجهات التجارية هي المعنية كثيرا بتحقيق الربح، وهي المعنية كثيرا بعدم الخسارة، ولذلك تركيزها على البيانات الضخمة هو أمر مهم جدا. فالشركات التي تعمل في التجارة وكذلك الجهات الاجتماعية والصحية والتعليمية تتطلب تركيز في التعامل مع البيانات وتحليل دقيق بشكل يسمح لها باستخراج نتائج تساعدها في أداء أعمالها بشكل كفء. فكل شخص يولد في مجتمع معين هو عبارة عن كم كبير من البيانات التي تتعلق به. هذا الشخص هل هو مريض؟ هل هو سليم؟ هل هو يتيم؟ هل هو فقير؟ هل هو غني؟ هل هو مسلم؟ هل هو غير مسلم؟ هل يتكلم العربية؟ هل يتكلم لغة أخرى؟ هل يوجد في منطقة حارة؟ هل يوجد في منطقة باردة؟ هل يوجد في بلد متحضر؟ هل يوجد في بلد متخلف؟ هل لديه مال؟ هل هو فقير؟ هل هو صاحب سلوك إجرامي؟ هل هو شخص جيد؟ كل ما يمكن أن يخطر في بالك. هل يحتاج يعني يأكل من المطاعم؟ هل يقوم بالطبخ بنفسه في بيته؟ هل يعني يسافر كثيرا؟ هل هو من محبي مثلا المقاهي؟ هل هو يقرأ؟ هل هو يمارس الرياضة كثيرا؟ ولك أن تتخيل الكثير والكثير والكثير من البيانات التي إذا عرفتها عن هذا الشخص استطعت أن تتعامل معه، سواء كنت مصلح اجتماعي أو ممارس صحي
أو رجل أمن أو تاجر أو رجل دين أو معلم أو مسؤول سفر وسياحة أو أي كان موقعك، تستطيع أن تتعامل مع هذا الإنسان بناء على ما عرفته عنه من معلومات وتحقق النجاح في تعاملك معه. إذا لم تكن تعلم عنه البيانات اللازمة فإن تعاملك معه سيكون خاطئ وسيحدث عنه نتائج ربما تكون كارثية. ينتج العالم من حولنا حاليا أكثر من 1.7 تريليون بايت من البيانات في الدقيقة الواحدة، في الدقيقة الواحدة يا جماعة. منها ما تقوم بعض مراكز البيانات بتخزينه وتحليله، ومنها ما يتم مسحه لعدم أهميته. فهذا الكم المهول الذي ينتجه البشر يمثل فعلا تحدي حقيقي. شركة انتل على سبيل المثال، حجم البيانات التي انتجتها او التي انتجها العالم منذ بداية عصر الانترنت بحسب شركة انتل وحتى عام 2003 يقدر باكثر من 5 اكسابايت. وشو الاكسابايت؟ الاكسابايت يعادل بليون جيجا بايت، وتضاعف هذا الرقم اكثر من 500 مرة خلال الفترة خلال عام 2012 ليصل الى 2.7 زيتا بايت. الزيتا بايت يعادل 1000 بليون جيجا بايت. تخيلوا هذا الكم المهول يا جماعة. ويتوقع أن يتضاعف هذا الرقم 3 مرات بنهاية عام 2015. فهذه الإحصائية قديمة قليلا، نحن الآن في أرقام مذهلة. طيب، إذن المنظمات الحكومية والأهلية التي تمتلك بيانات ضخمة هي أمام تحدي كبير يتمثل في مدى قدرتها على إدارة تلك البيانات والسيطرة عليها. لماذا؟ لأن هذا الكم المهول وهذا الكم الضخم يحتاج إلى مساحات تخزين كبيرة جدا. فتخزين هذه البيانات وإدارتها والانتفاع منها بالطريقة المثلى يعد مشكلة حقيقية والحال هذه، لأنك تحتاج إلى مساحات هائلة للتخزين، تحتاج إلى مساحات آمنة، تحتاج إلى أنظمة قادرة على التعامل مع هذه البيانات وتنظيمها بشكل جيد. كما أن البيانات الضخمة في المقابل تقدم ميزة تنافسية إذا تم التعامل معها بشكل جيد. فإذا أحسن الاستفادة منها من حيث تحليلها بعد تنظيمها وتصنيفها، فإنها تقدم للمؤسسات وللأفراد الذين استطاعوا تحليل تلك البيانات، تقدم لهم فهما أعمق عن الشخص وعن الشيء الذي كونوا عنه في البيانات. لو أخذت بيانات عن السيارات الدفع الرباعي ويعني نظرت إليها من حيث مثلا سمعتها لدى المستفيدين خلال 3 سنوات، استهلاكها للوقود من خلال تقارير الاستخدام، أسعار قطع الغيار في الصيانة، سعر المركبة عند شرائها، أسعارها عند البيع بعد الاستخدام، هل هي تنزل بنسبة كبيرة أو لا. إذا جمعت هذه المعلومات على سبيل المثال عن هذا الشيء اللي هو السيارة، استطعت أن تفهم بشكل أكبر أي سلعة ستتجه إليها وتقرر شرائها. إذا هذا يساعد المسؤولين على اتخاذ قرارات صائبة ودقيقة بناء على تلك المعلومات التي قاموا باستخراجها من وراء تحليل البيانات الضخمة عن الشخص أو عن الشيء، وتعطيهم الفرصة لتحقيق نجاح في يعني ما يريدون أن يمضون فيه من قرار. فتتحقق التنافسية إذا عرفت شركات التصنيع أن المنتج الذي يقومون بإنتاجه مقارنة بالمنتج الآخر يتميز بكذا وينقص كذا، فإن الشركة ستتلافى العيوب وتعزز من الميزات لتحقق ميزة تنافسية في تحقيق مبيعات أكبر. طيب، لماذا نعالج البيانات الضخمة؟ لماذا نعالجها؟ أي لماذا نحللها؟ أي لماذا ننظمها ونصنفها ونقسمها فنحقق من وراءها ما نريد؟ يعني لماذا يتم الاستثمار في هذا الجهد؟ الجواب معروف لكم جميعا. تحليلك للبيانات الضخمة ومعالجتها وتنظيمها يساعد في تقليل المخاطر التنظيمية والتقنية، لأن البيانات العشوائية تعني عشوائية، فتبقى البيانات كومة قش
لا تستطيع أن تخرج منها بشيء إلا إذا قمت بتنظيمها ومعالجتها وتحليلها. فإذا قمت بذلك قللت المخاطر وحققت الربح. الربح يتمثل أحيانا في أنك على الأقل سيطرت على البيانات، أخذت ما تريد عندما تريد، استطعت أن تبني عليها معلومات مفيدة تساندك في أخذ القرار الصائب، وبذلك تحقق بإذن الله النجاح في العمليات التنافسية، وتضمن مستقبل ناجح وموفق لك كشخص ولجهتك التي أنت تمثلها. طيب، تصنيف البيانات الضخمة وتنظيمها وتحليلها يؤدي إلى زيادة الاستفادة منها، لأن التنظيم حتى في بيتك، في أغراضك، في أثاثك، عندما تنظم الملابس التي تقوم بإيداعها في خزانة الملابس، عندما تقوم بتنظيمها وتصنيفها، الملابس الشتوية، الملابس الصيفية، الملابس الداخلية، الملابس الخارجية، ملابس الأطفال، ملابس الكبار، فإنك تستطيع أن تصل إلى ما تريد من ملابسك في وقت قياسي، بخلاف لو كنت فقط تضعها كيفما اتفق في داخل خزانة، كلما احتجت أخذت وقت طويل جدا تبحث عن ما تريده، وربما لا تصل إليه وتضطر إلى الذهاب بشيء آخر غير الذي كنت تريده، لأنك لم تكن منظم ولم تكن تصنف الملابس. هذا على مستوى بسيط جدا، قس عليها بقية الأمور. إذن البيانات تصنيفها وتنظيمها وتحليلها يساعد في زيادة الاستفادة منها، في مثل تزويد متخذ القرار بمعلومات تساعده في أن يكون قراره صائب. أيضا تساهم في التنبؤ بالمستقبل والاستعداد له، فعندما نعرف عدد مثلا حالات الزواج في عام 2018 ونتابع متوسط الإنجاب طفل أو طفلين في معظم الحالات، ثم المدن التي تم الزواج فيها، ثم الأسرة التي تزوج منها الزوجين ونسبة العقم وعدمه، ثم يعني نقارن ذلك بعدد المدارس الموجودة في القرية أو المدينة التي يوجد فيها المتزوجين حديثا، والمستوصفات الموجودة والمطار الموجود، نستطيع أن نتنبأ بعدد الاحتياج مثلا المتوقع بعد 20 سنة عندما تكون حدثت الولادة وأصبح المولود في سن الشباب، وقس عليها أي أمر آخر. فوجود هذه البيانات يساعدك في القيام بالتنبؤ للتخطيط للمستقبل على مستوى المنشأة، على مستوى الدولة، على مستوى الفرد، على مستوى الأسرة وهكذا. أيضا معرفة رغبات، هذا في الشق التجاري، معرفة رغبات الزبائن وميولهم ونفسياتهم من خلال جمع بياناتهم الضخمة يتيح للشركات التي تهدف إلى الربح أن تقوم بتوفير المنتجات التي يرغبون فيها العملاء. بناء على ذلك الاستقصاء وذلك الرصد وتلك المتابعة، نستطيع أن نكثف من إنتاج ما نعتقد أن الزبون يحتاجه من خلال رصد البيانات عنه، ونقلل من ذلك الذي نعتقد بأنه غير مطلوب، وبذلك تحقق الشركات نجاحات في المبيعات. طيب، هذه إشكالية أود أن أطرحها يعني تفكرون فيها معي. طبعا ورشة العمل هذه هي على نطاق واسع، حسب ما أفادوني الزملاء المسجلين فوق 600 ومن عدة أماكن، من الرياض وخارجها، من السعودية وأيضا من خارج السعودية. أهلا وسهلا بكم كلكم. النقاش لن يكون معكم بشكل جيد كما لو كنا وجه لوجه، لكن تبقى فقط أن تفكرون فيما أنا أطرح أمامكم ونستمع، ثم في نهاية اللقاء إن شاء الله بيكون في فرصة لأخذ بعض التعليقات. طيب، ترد البيانات إلى الجهات، سواء مؤسسة، شركة، قطاع حكومي في العالم بشكل أسرع مما كانت تتوقع تلك الجهات، خاصة مع اتساع الأعمال التجارية. تعرفون اليوم يعني كل الجهات تريد أن تحقق يعني اقتصادات كبيرة. التطور التقني والتكنولوجي أيضا ساهم في زيادة تلك البيانات. التوسع في التعليم العام والعالي، والآن التعليم العالي أصبح يعني نسبة المتحقين به
كبيرة جدا مقارنة بما مضى. هذا كله يولد بيانات، البيانات هذه تزداد تضخما كما قلنا قبل قليل في التوقعات التي يعني ذكرناها حتى عام 2020. هذا كله جعل هذا الموضوع مثار نقاش وتكهنات لدى المسؤولين والمعنيين بإدارة البيانات الضخمة بسبب الخوف من عدم القدرة على استيعاب هذا الكم المتزايد من البيانات واستثماره بشكل جيد. وكما تعلمون الحاسب الآلي يتعامل مع البيانات الضخمة في معظم القطاعات، الحاسب الآلي بشكل التقليدي يتعامل معها في قطاعات مثل القطاعات التعليمية سواء مدارس أو كليات وما شابهها، وطبعا احنا نذكرها كمثال لأنها هي الأكثر يعني خلينا نقول الأكثر يلتحق بها أكثر المجتمع، فأكثر المجتمع إما طلبة تعليم عام أو طلبة تعليم جامعي أو تعليم عالي، فأجهزة الحاسب تتعامل في هذه القطاعات بكفاءة دون المأمول لأنها لا زالت تعمل في البيئة التقليدية في الشبكة المحلية، وهذا يشكل تحدي لنظم الحاسب الآلي التقليدية التي تستخدمها تلك الجهات خصوصا في عمليات إدارة البيانات واستخراج يعني ما يتم احتياج تلك الجهات إليه وتحليل المعلومات. وهناك حلول مبتكرة لمعالجة وتحليل البيانات الضخمة من أجل التغلب على عقبة البحث عنها واستخلاص النتائج منها، مثل يعني كمية البيانات الخاصة بنمو الأجيال ومراحلهم الدراسية. هذه تحتاج فعلا إلى متابعة وتحليل جيد لأنها ينبني عليها ميزانية المدارس، ميزانية توظيف المعلمين، ميزانية طباعة المقررات، ميزانية يعني الخدمات المساندة للعملية التعليمية، العلاجات والتطعيمات، كل هذه يعني مترافقة مع بيانات نمو الأجيال. طيب هناك عدة حلول يمكن تبني أحدها. من تلك الحلول أن يتم إدخال أنظمة التخزين السحابية الهجينة. أنظمة التخزين السحابية المقصود بها يعني مجموعة سيرفرات وحواسيب تملكها شركات ضخمة في بعض الدول التي توجد فيها تلك الشركات وتستقبل البيانات الخاصة بالأشخاص والجهات الذين لديهم حسابات لدى شركات تخزين البيانات. فالبيانات يتم استئجار مساحة لها عند لدى تلك الشركات تخزن لديها يعني تساعد في حل معضلة تخزين البيانات التي تعاني منها تلك القطاعات. طيب فمن تلك الحلول إدخال أنظمة التخزين السحابية الهجينة، يعني المقصود بالهجينة اللي هي السحابة العامة والخاصة. العامة التي يشترك فيها الجميع، الخاصة التي تم إنشاءها خصيصا لك ولديك يعني سكيورتي أو أنظمة أمن خاصة بحسابك على تلك السحابة. طيب لكن هذا النوع من الحلول يعني ما يتوافق عليه كل الجهات لأنها تخاف من خصوصية البيانات، وهي على فكرة إحدى مشاكل معالجة البيانات الضخمة. يعني أنا وجدت عدد من الأشخاص وعدد من الجهات ينظر إلى كل البيانات الخاصة به أنها بيانات سرية، هذا ليس بصحيح، ولذلك سيضطر على التكتم والمحافظة على كل ما يصدر عنه من بيانات سواء تستحق أو لا تستحق ظنا منها أنها كلها معلومات سرية ويجب المحافظة عليها، وبذلك سيفقد السيطرة عليها. هناك نوع أو هذا النوع من الحلول لا تقبل به جميع المنظمات التي خاصة التي لديها بيانات حساسة لأنها تكون يعني خايفة أو متخوفة من قضية البعث بالبيانات في مساحة سحابية بعيدة عنها ليست تحت إدارتها ولا تحت ناظرها، خاصة أن هذه البيانات ستنقل من منطقة التخزين الداخلية في تلك المنظمة إلى منطقة تخزين سحابية يشترك فيها العديد من الأفراد والجهات لأنها منطقة تخزين عامة. طيب هناك خيارين عشان نواجه مشكلة الخوف على البيانات و الناس بتكون في مكان عام وقد يعني تنتهك الخصوصية، قد يتم الاعتداء على تلك البيانات، قد يتم السطو عليها. هناك خيارين لمواجهة هذه المشكلة، أحدهما قد تتفقون معه وقد لا تتفقون والآخر كذلك.
الأول تصنيف البيانات بحسب موضوعاتها، حتى تستطيع أنك تقوم بإجراء تخزين البيانات صنفها بحسب موضوعاتها وبحسب درجة أهميتها. وهذه آلية تساعدك في السيطرة على هذه البيانات، ليست كلها مهمة وليست كلها سرية، فأنت إذا صنفتها استطعت أن تقول هذه سأحتفظ بها لدي ولا أسمح لأحد الاطلاع عليها، وتلك يعني أقل أهمية سأسمح بتخزينها في مساحة سحابية حتى يعني أحل إشكالية التخزين. فتصنيف البيانات بحسب موضوعاتها أو درجة أهميتها كآلية لمعالجة مكامن القلق من المشاكل الأمنية للبيانات القادمة من مصادر خارجية، هذه الطريقة يعني تسمح بتخزين البيانات الأقل أهمية التي ليست حساسة في أماكن التخزين العامة. لكن هذه الطريقة محدودة المنفعة لأنها تقدم حل لجزء من المشكلة اللي هو البيانات الغير مهمة أو الغير حساسة. طيب البيانات المهمة والحساسة إذا كانت كبيرة ماذا أفعل بها؟ طيب الخيار الثاني نعتقد أنه هو الأقدر على حل المشكلة، تخصيص مستودع بيانات سحابي خاص رئيسي يتم تشفيره وضمان إجراءاته الأمنية وعدم اختراقه وعدم الوصول إليه، ويعني أخذ كافة الاحتياطات وتخزن به البيانات كاملة بعد معالجتها وتخفيف المخاطر التي يمكن أن تنتج عن تخزين تلك البيانات بصيغتها الأولية. فلا تبقيها بالصيغة التي تجعلها خطر عليك، وإنما قم بمعالجتها، قم بتصنيفها، قم بيعني ترميز بعض ما يمكن ترميزه منها حتى تكون بيانات تستفيد أنت منها لأنك تعلم كيف نظمتها وكيف خزنتها والطريقة التي تم تشفيرها بها، ولا تكون ذات خطورة عالية عندما يطلع عليها أحد إن تمكن من السطو عليها بطريقة ستكون شاقة جدا لأنك قمت بتأمينها. إذا أن مستودعات البيانات السحابية العامة توفر مساحات كبيرة لتخزين البيانات الضخمة في المستودعات السحابية بإجراءات أمنية تطمئن تلك الجهة وتجعلها في يعني ارتياح أن بياناتها في أيدي أمينة، وتحافظ على خصوصيتها لتكون مصدر ثراء وقوة لتلك الجهة المالكة للمعلومات وليست مصدر قلق وإزعاج. وأيضا السحابة الخاصة التي يعني تتوفر بها أنظمة تحليل البيانات تسهل تحليل البيانات الضخمة عبر تدفق البيانات، لأن النظام سيكون موجود ليستقبل البيانات أولا بأول ويعني يشرع فورا في تحليلها واستخراج القيم المضافة من وراءها. هذا خيار نعتقد أنه هو الأمثل للجهات التي تريد أن تسيطر على البيانات الضخمة وتحللها لتستفيد منها. طيب ننتقل إلى جزء آخر أو إلى يعني محور يستحق التوقف أمامه، وهو التحديات التي تواجه البيانات الضخمة وملاكها. أهم تحدي يعني تعاني منه الجهات المالكة للبيانات هو أنها تنمو بسرعة مذهلة، بسرعة هائلة، مهما قمت يعني أعمال لمواجهتها وسيطر عليها فإنك يعني تراها تزداد سرعة ونموا. التسارع نتيجة للتطور التكنولوجي، الانفجار المعلوماتي، كثرة الأجهزة التي تصب المعلومات من خلالها، فالتسارع المهول في نمو وتضخم البيانات تضاعف حجم البيانات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وهو ما تسبب في عدم قدرة المنظمات على التحكم في البيانات الضخمة، وهذا ما أكدته جريدة الحياة 2014 في تقريرها الذي استند على عدة دراسات. هذه الدراسات تؤكد أن الزيادة الكبيرة في حجم البيانات الضخمة وأن المملكة العربية السعودية حلت في المرتبة الثالثة عالميا في مجال سرعة نمو البيانات عبر بروتوكول الإنترنت. طبعا يعني مستخدمي الوسائل التواصل الاجتماعي في السعودية ما يقصرون، يعني أعتقد أنهم من أكثر شعوب العالم استخداما لوسائط إنتاج البيانات عبر أجهزتهم الذكية ويعني السوشيال ميديا. الحلول المقترحة كما أسلفنا توفير تقنيات متخصصة في معالجة البيانات، حلول مقترحة لسرعة نمو البيانات، أن نوفر تقنيات متخصصة في معالجة البيانات، هذه التقنيات تكون كفاءتها عالية، أن نستخدم تقنيات معالجة البيانات الديناميكية يعني تستقبل البيانات فورا وتتعامل معها ولا تنتظر حتى تتراكم، فورا تتعامل معها،
وتحسب كثافة البيانات وتديرها بشكل آني. أيضا الاستفادة من التخزين السحابي ونقل البيانات عبر شبكات واسعة تتوفر فيها أدوات حماية البيانات في مستودعات تدعم هذا النوع من التطبيقات. أيضا العمل على الحفاظ على مستودعات البيانات منظمة مصنفة موزعة فيها البيانات بشكل جيد عبر أنظمة التقنيات الافتراضية وإنترنت الأشياء. وإنترنت الأشياء على فكرة هي تعتمد اعتماد كلي على البيانات الضخمة وتحليلها، وبدون البيانات الضخمة لا يمكن لإنترنت الأشياء أن تعمل. وإنترنت الأشياء إن شاء الله سيكون في فرصة للحديث عنها في لقاء قادم إن شاء الله، حسب ما أفادوني الزملاء في المكتبة الرقمية، ولعلها تتيسر الفرصة للحديث عنها إن شاء الله. أيضا تحدي آخر بعد السرعة، البحث والاسترجاع. احنا قلنا قبل قليل ان البيانات الغير منظمة هي عبارة عن كومة قش، فلو بحثت عن إبرة في كومة قش ستكون معاناة، بل انك تستطيع ان تجزم انك لن تعثر على الإبرة في كومة القش. اذا البحث والاسترجاع يشكل تحدي مهم، باعتبار ان عمليات باعتبار ان عمليات البحث هي عمليات متكررة دائما تحتاج المعلومة، دائما تريد ان تصل اليها، فتجريها المنظمات عبر موظفيها للتنقيب العشوائي داخل هذا الكم الضخم من البيانات. فتجد الموظف احيانا يعود صفر اليدين ويعود خفي حنين، واحيانا يجد معلومه غير مهمه، واحيانا يجد جزء من المعلومه. المهم ان النتائج مخيبه في معظم المحاولات. طيب كيف نتغلب على ذلك؟ عمليه البحث والاسترجاع العشوائي الغير دقيقه والغير منظمه، نستطيع التغلب على ذلك من خلال تهيئه البنيه التحتيه بمستودع بيانات قدرته الاستيعابيه اول شيء تكفي لاستيعاب هذا الكم المتنامي من البيانات الخاصه بالمنظمه. ايضا يكون هناك عمليه مستمره ومتصله لتحليل البيانات وتصنيفها وتنظيمها تبويبها، يعني يتم تقسيمها ووضعها في خاناتها التي يمكن أن تحتاج المنظمة إليها. فإذا كانت مثلا منظمة صحية يمكن أن توزع البيانات بحسب الجنس، حسب العمر، حسب الحي، حسب نوع المرض، حسب الطبيب المعالج، حسب تاريخ الزيارة، حسب رقم الجوال، حسب مثلا نسبة الخصم، وتبوب البيانات على هذه الفئات ليستطيع الموظف أن يسترجع ما يريد معلومات بعد تخزينها حسب ذلك التبويب وذلك التصنيف. أيضا استخدام محركات بحث دلالية، لأن محركات البحث تتنوع، وهناك محركات بحث دلالية ذات فهم أعمق يشابه فهم الإنسان، يستطيع أن يبني تصور وانطباع عن نوع البحث ونوعية المستفيد الذي يبحث الموظف عن معلوماته، فيعود بنتائج أكثر دقة. تحليل البيانات هي العملية الأهم والأصعب التي من خلالها تستطيع المنظمة أن تسيطر على البيانات وتستفيد منها، فإذا قامت بالتحليل استطاعت أن تجتاز التحديات التي أمامها. لكي نصل إلى هذا المستوى أو لتلك النتيجة من تحليل البيانات، لابد من توفر أنظمة كما قلنا قبل قليل وموظفين. الموظفين يجب أن يكونوا بكفاءة عالية ولديهم القدرة على إجراء عمليات التحليل، لأن النظام لوحده لا يستطيع أن يعمل ما لم يكن وراءه مدير للنظام يقوم بإجراء العمليات وإعطاء الأوامر. فتحليل دقيق للبيانات وتصنيف وتنظيم يجعل المنظمة قادرة على إدارة تدفق البيانات وتتحكم فيها بشكل شامل. هذا التحكم يساعدها في السيطرة والاستفادة من البيانات ويعني تحويلها إلى قيمة مضافة من خلال استخدام نماذج تنبؤية. يعني لو كنا في مثلا في وكالة سفر ولاحظنا أن المجتمع السعودي مثلا في فترة الصيف يكثر الطلب على دولة معينة وعلى نوعية مثلا سكن خاصة وعلى خطوط محددة، ستجد أن هذه الجهة أو وكيل السفر هذا يبذل جهده ليجمع معلومات أكثر ويقدم عروض تساعد أو تلبي رغبات العملاء،
فيعني يحقق مبيعات أكبر من خلال النماذج التنبؤية اللي جمعها من معلوماته التي حللها سابقا. أيضا غير الموظفين، هي لابد من توفر برمجيات متخصصة ذات كفاءة، يعني قلنا موظفين مؤهلين، وأيضا برمجيات متخصصة ذات كفاءة في تحليل البيانات الضخمة حسب صيغتها، سواء كانت بيانات نصية، صوتية، مقاطع فيديو، رسوم، أشكال، وأيضا بحسب الموضوعات التي يمكن أن توضع تحتها أو تندرج تحتها في الموضوعات التي تهم الإنسان بشكل عام. أيضا قد يكون المصدر الذي وردت منه البيانات فرد، وهنا يمكن التفريع في التحليل يشمل الجنس ذكر أو أنثى، العمر، بالغ أم طفل، الجنسية، الديانة وغيرها. كما يمكن تبويب البيانات وهيكلتها بحسب تاريخ إنشائها أو تخزينها. المهم طرق التبويب والتصنيف كثيرة جدا يمكن إدراجها في البرمجيات القائمة بالتحليل لتقوم بناء عليها بالتحليل. طيب نستمر في التحديات. أيضا التنوع، احنا قلنا الحجم، السرعة، الآن نقول التنوع. تنوع البيانات واحد من التحديات أو إحدى المعضلات التي تواجه البيانات الضخمة، فيزداد تنوع البيانات ويتشعب مع ازدياد أعداد مستخدمي الإنترنت وتقنياتها ووسائل التواصل الاجتماعي. فهذا التنوع في مصادر تلقي البيانات، كذلك في نوع البيانات، وفي سرعة تواردها، وفي شكلها، يجعل من يعني يسيطر عليها أمرا صعب. يتم التعاطي مع البيانات وفق أنواع صيغ حفظ متعددة، وكذلك أنواع محتوى متغايرة، فتجد بيانات نصية، مصورة، فيديو، مرئي، مسموع، وهكذا. ويعني هذه التحديات تجعل المنظمات يعني تقف حائرة وعاجزة أمام التعامل مع البيانات الضخمة. أيضا المساحة التخزينية هي إحدى المعضلات وإحدى المشاكل التي تعاني منها الجهات، فحركة الزيادة في حجم البيانات مضطردة ولا تكاد تتوقف البتة، ولذلك فإن حجم البيانات يزداد، وهذا يجعل مسألة توفير المساحة التخزينية الكافية التحدي الأكبر الذي يواجه المنظمات. فبحسب ما أوردته مدونة البيانات الضخمة بالعربية في عام 2016 أنه في غضون فترة قليلة ستحوي الإنترنت على عشرات الآلاف من البيانات التي تقاس بوحدة القياس زيتابايت. هذه ناتجة عن كافة وسائل وأشكال ومجالات إنشاء البيانات، وطبعا هذا تحدثنا عن شيء شبيه منه في حديثنا سابقا. كذلك الرسوم والأشكال التي ستحتاج إلى جهود كبيرة لتحليلها وتفكيك تعقيداتها وتصنيفها والخروج من ورائها بنتائج يبنى عليها قرارات يعني لاحقة. العنصر البشري لا زال هو محور الحياة كما ذكرت في بداية المحاضرة، وهو الذي تقوم عليه أعمال إدارة البيانات الضخمة وتحليلها. وتسببت البيانات الضخمة في زيادة الطلب على متخصصين، لأنها أصبحت معضلة وهم وهاجس، فحتى تتعامل معها لابد من توفر متخصصين في إدارة المعلومات، ولذلك الحاجة ماسة إلى خبراء يتمتعون بمهارات ومعرفة لازمة تساعدهم في تصميم وتطوير ونشر أنظمة المعلومات المعقدة التي تقوم على إدارة البيانات وتحليلها. ولذلك توظيف المتخصصين في إدارة المعلومات الذين لديهم تجارب أو اهتمام بمعالجة البيانات الضخمة أصبح هدف لإدارات الموارد البشرية وإدارات الموظفين في الشركات والقطاعات التي تعنى بالاهتمام بالبيانات الضخمة، أمثال شركة أوراكل، آي بي إم، مايكروسوفت، إتش بي وغيرها من الشركات التي أنفقت أموال طائلة في استثمار البيانات الضخمة وتطوير البرمجيات المعنية بها والبحث عن موظفين متخصصين قادرين على العمل في هذه البيئة. طيب هذا مثال لأهمية تحليل البيانات الضخمة. فلو أخذنا مجتمع ما، فإن تحليل بياناته يساعد في التخطيط لذلك المجتمع وتقديم الخدمات كافة في كل مناحي حياة ذلك المجتمع، من طرق علاج، تعليم، توظيف، نقل ماء، كهرباء. فمثلا هناك متطلبات حتى نحلل المعلومات الخاصة بذلك المجتمع ونقدم له خدمات. يمكن أن نقوم بتصنيف البيانات تمهيدا لتحليلها على الآتي: تقسيم المجتمع بحسب فئاته العمرية، أطفال، شباب، كبار، شيوخ، تحديد الخدمات العامة الواجب توفرها لكل فئة، خدمات صحية، خدمات تعليمية،
خدمات اجتماعية، خدمات ترفيهية، طرق، أمن، نقل، غيرها. الخدمات الخاصة بالفئات الخاصة مثل الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية سواء حديث الولادة ولا من بعدهم في مثلا مستشفيات ولادة، توفير التطعيمات اللازمة. المراهقين الذين يحتاجون إلى مزيد من التعليم، التوسع في التعليم وتوفير المدارس التي تستوعبهم وتكون بمواصفات وقدرات كافية. كبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة فتتوفر مراكز الرعاية والتأهيل والاستضافة لكبار السن الذين يحتاجون إلى هذا النوع من الرعاية. هذا كله يمكن تحديد الميزانيات المطلوبة له، تحديد الكميات بناء على تحليل البيانات الخاصة بذلك المجتمع. البيانات في مستقبل الأيام هي تزداد أهمية، ولذلك نقول تقدم البيانات الضخمة ميزة تنافسية تمكن من ابتكار حلول عملية لتفكيك تعقيدات البيانات وتبويبها وتحليل محتواها، وهذا يحقق قيمة مضافة وعوائد مجزية جراء تحليلها. وهذا ما أكدته مدونة متخصصة في هذا المجال اسمها مدونة مشروع البيانات الضخمة بالعربية، من أن استخدام أدوات تحليل البيانات الضخمة ساعد على سبيل المثال سلسلة وولمارت هذه في أمريكا، يعني أسواق تموينات كبيرة، ساعدتها في تحقيق ميزة تنافسية من خلال تحسين نتائج البحث في منتجاتها عبر الإنترنت بنسبة جيدة تراوحت بين 10 إلى 15% من خلال متابعتها لسلوك المترددين والمشترين، واستطاعت أن تركز على السلع والمنتجات التي يكثر الطلب عليها. بينما ورد في تقرير لشركة ماكنزي المتخصصة في مجال استشارات الأعمال أن القطاع الصحي في أمريكا لو أنه كان يستخدم تقنيات تحليل البيانات الضخمة بفعالية لكان قد أنتج أكثر من 300 مليون دولار أمريكي فائض سنوي من ميزانية الصحة، لأنه إذا عرف حجم المجتمع، نوع الأمراض السائدة، الفئات العمرية التي يعني تتميز بالصحة، الفئات العمرية التي يكثر فيها المرض، تستطيع أن توجه يعني مصروفاتها في النفقات الصحية والعلاجية بناء على تلك المعلومات وتحقق ذلك الفائض. تكمن أهمية البيانات الضخمة بعد هيكلتها وتحليلها من خلال استخدام أدوات التحليل التي ذكرنا عنها، تكمن في الفوائد التالية: إذا استطعت أن تسيطر على البيانات ثم تنظمها وتحللها فإنك بإمكانك أن تسوق للمنتجات بشكل أفضل، لأنك عرفت من العميل المستهدف وما هو المنتج الذي يناسبه والسعر المناسب له والوقت الذي يحب أن يتسوق فيه. فهذه المعلومات تساعدك أن تسوق للمنتج بشكل أفضل بناء على المعلومة الناتجة عن تحليل بيانات المستهلكين. أيضا تحقق لك فرصة دخل جيد عبر ما تم اكتشافه من فرص غير مستغلة، يعني عرفت مثلا من استطلاعاتك ورصدك للمستهلكين أنهم لا زالوا بحاجة إلى منتجات معينة غير متوفرة أو متوفرة بكميات قليلة أو بجودة أقل، فهذه المعلومات تساعدك في تحقيق فرصة دخل أكبر وتوجد حلول جديدة لما كانت تعانيه الجهات من قصور أو مشاكل تسويقية أو إدارية. أيضا تزيد الفرصة بالسوق من خلال ما تكون معلومات شكلت معرفة يمكن الاعتماد عليها في اقتصاديات المنافسة مع الآخرين، وتساعدك في خدمة أفضل للعملاء والتعرف على مكامن الخلل وتحسين عمليات الإنتاج وأيضا اكتساب مبادئ تنافسية، وبالتالي هي تجعلك تقوم بأخذ القرار الصائب في الوقت المناسب وتحقق لك زيادة قدرة على التنبؤ بما يكفل لك تخطيط استراتيجي جيد وفعال. لا زالت الدول والمنظمات تعمل جاهدة على تهيئة المناخ والبنية التحتية الملائمة لمعالجة البيانات الضخمة وتحليلها، وبينت موسوعة ويكيبيديا أن البيت الأبيض في الولايات المتحدة أعلن في مارس 2013 عن مبادرة البيانات الضخمة القومية التي تتألف من 6 إدارات ووكالات فيدرالية. يعني الجميع يدرك أهمية البيانات الضخمة، حتى أنه أمريكا قامت بهذا الإجراء لتخصيص إدارات فقط تتعامل مع البيانات الضخمة. الوقت يدركني والأمور لا زالت يعني طويلة، فأنا يمكن أتجاوز حتى نصل على الأقل لعينة من النماذج التنبؤية والتي أوريكم إياها. أمثلة لبعض نظم تحليل البيانات اللي فعلا تخصصت في إدارة البيانات الضخمة وتحليلها، من بينها نظام هدوب، وهذا نظام open source مفتوح ومتاح،
ونظام SAP هانا، وهذا أيضا متاح، هذا نظام أيضا متخصص في تحليل البيانات الضخمة المتزامن. هذه اثنين من البيانات، من أنظمة تحليل البيانات المشهورة والجيدة، وبإمكانكم أنكم يعني تتوسعون في البحث عنها من خلال شبكة الإنترنت. البيانات الضخمة تحليلها يساعدك في تحقيق الذكاء التنبؤي والتخطيط الاستراتيجي. فمعالجة البيانات الضخمة يسهل الوصول إلى مستويات متقدمة من الذكاء والقدرة على فهم النمط وسلوكيات ورغبات الأشخاص والتعامل معهم، سواء كانوا عملاء تجاريين أو عملاء عاديين. ويعني تستطيع من خلال تلك البيانات التي حللتها أن تصل إلى تخطيط جيد وتتخذ قرار من خلال اختيار وبناء أنظمة أدوات التحليل ومعالجة ذات قدرات فائقة، توظيف كادر بشري متخصص، ويعني تتعامل مع البيانات التي ذكرناها قبل قليل بأنواعها النصية والصوتية والصور والمقاطع والخرائط وغيرها. أمثلة تنبؤية: هذا نموذج مقترح لتحليل البيانات وتحويلها إلى قيمة مضافة لشركة تعليمية ما، فأنا أفترض أنني سأتقدم بالتخطيط التنبؤي لشركة تعليمية، وسيعني ننظر في كيفية بناء نموذج تنبؤي. طيب، نماذج تحليل للوضع الراهن وقراءة نقاط القوة والضعف والتخطيط المستقبل. بدأت الشركة التي نحن بصددها في نشاطها مبكرا عبر مجموعة مدارس متميزة موجودة في عدد من مدن المملكة السعودية، وما لبث الوضع حتى اتسع سوق التعليم الأهلي، وصرحت وزارة التعليم بنيتها خصخصة المزيد من التعليم، وهذا معلوم، ولا تزال نسبة التعليم الأهلي في تزايد. أصبح السوق يعج بالعديد من الشركات والمدارس التعليمية التي تفاوتت في مستوياتها وأساليبها وآليات عملها، ولأن الشركة التي نحن بصددها قد اختطت لنفسها مسارا واضح منذ البداية، وهي تدرك أهمية أن تأخذ في حسبانها ما يستجد على مستوى الشركاء لأنها في سوق ولها منافسين، وكذلك على مستوى المنتجات، ولأن الرصد والمتابعة والتحليل هي من أهم أدوات تحليل المعلومات التي تبقي الشركة في الطليعة ومتصدرة، وللحصول على نتائج يمكن قراءتها لمساندة متخذ القرار في الشركة التعليمية، ولكي تؤتي ثمارها لابد من القيام بالآتي: أولا، الإيمان الجازم من قبل هذه الشركة ومنسوبيها بأهمية وجدوى تحليل البيانات حتى تبذل الجهد عن قناعة. اختيار الفريق الذي سيقوم بعملية تحليل البيانات: هذا الفريق يجب أن لا يكون له مصلحة في ما ستنتج عنه البيانات، لأن الموضوعية والحياد مطلوبة، قد تكون البيانات ضد رغبته أو مع رغبته، هذا يجب أن يكون حيادي لا يتعامل معها بطريقة مؤثرة. عمل تحليل إحصائي لنتائج كل جدول وفق كافة الحقول، قراءة النتائج والتعليق عليها، التفكير في تحويل هذا الجهد إلى دراسة في نظام آلي يستمر مستقبلا لتحليل البيانات الضخمة، اختيار فريق بإشراف الإدارة العليا حتى تضمن جدية عملية تحليل البيانات، الاجتماع بالأقسام المعنية حتى يتعاونون مع الفريق في عملية جمع البيانات وتحليلها، وإطلاع مسؤولي أو مجلس الإدارة على المنتج النهائي من تحليل البيانات والتوصيات، وأن يستمر هذا العمل بشكل دوري. طيب، بدأنا في النماذج التنبؤية. أولا، محور المنتجات. هذا جدول افتراضي، سنقوم بكتابة أسماء المدارس التابعة لهذه الشركة في المناطق اللي على اليمين: مدارس كذا، مدارس كذا، مدارس كذا. متى تأسست كل واحدة؟ التاريخ الذي تأسست فيه. هل لا زال الفرع هذا مستمر في العمل أو أغلق؟ نعم أو لا. عدد الطلاب الذين درسوا في هذا الفرع حتى هذه اللحظة منذ تأسيسه. نوع الأقسام المتوفرة: بنين، بنات، عالمي. نسبة طلاب المدرسة إلى مجموع الطلاب العام لكافة فروع المدارس. نموذج آخر: التدريب والخدمات في القطاعات، الخدمة، التدريب على تكنولوجيا المعلومات وتنمية مهارات الحياة، التدريب على اللغة الإنجليزية، وغيرها من موضوعات التدريب اللي يمكننا نقترحها. القسم المسؤول في الشركة عن تنفيذ هذا البرنامج التدريبي، الجهات التي استفادت من هذا البرنامج التدريبي على مستوى فروع الشركة، عدد الأشخاص الذين التحقوا بهذا البرنامج على مستوى فروع الشركة، الجهات التي مستهدفة بالبرنامج لكن لم يبدأ العمل معها، إما لأنها ما زالت في الدور أو ليس لديها رغبة أو عندها ظروف،
عدد هذه الجهات التي لم تبدأ بعد، تكلفة البرنامج المنفذ، وش العائد من هذا البرنامج على مستوى أداء الموظفين وعلى مستوى تحقيق الميزة التنافسية. محور آخر يتكلم عن البوابات والخدمات الإلكترونية لهذه الشركة التعليمية. فلو أخذنا في البنود على اليمين البوابات والخدمات الإلكترونية، تطوير وتنفيذ البوابات، موقع المدارس، موقع المدارس في الرياض، في مدن أخرى، حلول التكامل، نظام إدارة الاجتماعات وغيرها من الخدمات. ونقول وش حالة هذا النظام؟ النظام هذا نشط، متوقف، من الموظف المسؤول عن هذا النظام؟ الوظائف التي يقدمها النظام أو هذا الموقع على الإنترنت، عدد المستخدمين المستهدفين على مستوى فروع الشركة، عدد الذين يستخدمون النظام فعليا. المستهدفين قد يكونون مثلا 500، لكن الذين يستخدمونه فعليا 200، فهذا يعني ينتج عنه يعني معلومة يتخذ من وراءها متخذ القرار، زيادة التدريب أو حث لغير المستخدمين أو ما شابه ذلك. نسبة طلبات الدعم الفني على هذا النظام، هل النظام جيد فليس عليه مثلا نسبة طلبات، أو النظام في مشاكل فنسبة طلبات الدعم كثيرة. محور آخر يتكلم عن الأنشطة الأكاديمية للمدارس، فنشاط يتكلم عن برنامج اللغة التأهيلي، برنامج الأنشطة الرياضية، نادي العلوم وغيرها. الموظف المسؤول في الشركة التعليمية، الجهات التي استفادت، جهات مستهدفة لم تبدأ بعد، جهات رفضت هذه الخدمة لوجود بديل، جهات رفضت الخدمة لعدم توفر ميزانية للدخول فيه، جهات رفضت الخدمة لعدم معرفة القيمة تحتاج إلى توعية واجتماع معهم. محور آخر يتكلم عن إدارة المعرفة المؤسساتية في الشركة، فالحلول الآلية لالتقاط المعرفة، التوعية المعرفية، تمثيل معارف الشركة، التوصيف المعرفي لخبراء الشركة، الاستقصاء المعرفي، من الموظف المسؤول، من الجهات التي استفادت، من الجهات المستهدفة ولم تبدأ، الجهات التي رفضت لأن لديها بديل عن هذه الخدمة، الجهات التي رفضت لأن الميزانية لا تكفي، الجهات التي لا تعرف قيمة هذه الخدمة. محور جديد يتكلم عن التعليم ومراكز الأبحاث لنفس التقسيمات. محور جديد يتكلم عن التعليم الإلكتروني في المدارس، فنظام الإدارة التعليمية، التوعية المعرفية، نظم الاختيار، الموظف المسؤول، الجهات الاستفادة، بنفس التقسيمات اللي قبل قليل. فعالية فروع الشركة، الشركة إذا كان لها فروع في كافة مدن المملكة، فيعني نريد أن نقيس الفرع الأكثر تميزا والفرع مثلا الذي لديه مشاكل، فرع الرياض، فرع جدة، فرع الخبر، تاريخ الافتتاح، الوضع الحالي، الفرع شغال ولا متوقف، نسبة إيرادات هذا الفرع من إجمالي إيرادات المدارس خلال 5 أعوام، كم يحقق، هل هو الأفضل، هل هو الأقل، هل هو نسبة المصروفات مقابل إيراداته، هل هو يصرف أكثر من إيراداته أو أقل، عدد المنسوبين في ذلك الفرع، وعدد الطلاب خلال 5 أعوام لنقارن بينه وبين بقية الفروع. محور آخر، الجهات التي تتعامل معها الشركة التعليمية، في جهات حالية لا زالت تعمل معها مثل مصنع أثاث، شركة مقاولات، شركة تقنيات التعليم، متى بدأ التعامل مع هذه الشركة؟ عدد المنتجات التي نأخذها منها أو نستفيدها، الموظفين الذين باعوا في هذه الجهة أسماءهم، إجمالي المصروفات لتلك المنتجات، نسبة المصروفات للمنتجات مقابل العائد من المنتج، يعني إذا كنت أشتري سبورة ذكية فهل استخدامها جيد؟ إذا كنت أشتري كراسي وطاولات للطلاب، هل هذه الكراسي عملية وتعمر لفترة طويلة وفعلا هناك طلبة يستخدمونها؟ هذه كلها أرقام ستؤثر في صناعة القرار. جهات سابقة تعاملت معها المدارس ولم تعد موجودة مثل مصنع، شركة، متى بدأ التعامل؟ متى انتهى التعامل؟ وش عدد المنتجات التي تم أخذها؟ سبب توقف التعامل؟ هل المصنع أغلق؟ هل الأسعار ارتفعت؟ هل الجودة رديئة؟ ما هي الأسباب التوقف؟ إجمالي المبالغ التي صرفت على منتجات تلك الجهة، نسبة المصروفات مقابل العائد من وراء ذلك المنتج. جهات مستهدفة بالتعامل ولم يبدأ التعامل معها، وتشاهدون الخانات، البداية المتوقعة للتعامل معها، مثلا المصنع في طور التأسيس نعتقد أنه إذا فتح سيكون يعني ممتاز، مثلا يتعامل مع البيئة الإلكترونية والمدارس غير جاهزة، فمتى ما أسست بنيتها التقنية ستبدأ في التعامل معها، وهكذا. وش المنتجات المقترحة لشرائها من تلك الجهة؟ الموظفين
المقترحين للعمل في ذلك المنتج، إجمالي المصروفات التي نتوقعها، وش مبررات ترشيح ذلك المنتج لاستهدافه. جهات مستبعدة من التوجه لا نريد أن نتعامل معها البتة، أذكر أسماءها. سبب الاستبعاد، الموظف الذي يعني قرر أو اقترح أو أوصى بعدم التعامل معها. تاريخ الاستبعاد من التعامل، هل لازال قرار الاستبعاد مجدي، نعم أو لا، والملاحظات. المحور السابع، المنافسون من مدارس وشركات أخرى، لأنك يعني يجب أن تكون مدرك لمحيطك من المنافسين، فاسم المنافسين، شركة، مدرسة، وش المجال اللي تنافسك فيه، مجال تعليم عام، تعليم بنين، تعليم عالمي، وش عدد المنتجات في مثلا الموهوبين، في المنافسة الرياضية، في أولمبياد الرياضيات، في ما هو نوع المنتج اللي فيه تنافس، تاريخ بداية النشاط، نسبة التأثير الحالية، نسبة التأثير المتوقعة، حتى تستطيع أن تبني قرار للتعامل معها في المستقبل. منافسين سابقين بنفس الطريقة، وش مجال النشاط، عدد المنتجات، تاريخ نهاية المنافسة، لماذا استبعدناهم الآن من التنافس، لماذا نقول أنهم لم يعودوا منافسين، نسبة احتمالية عدم التأثير مجددا، والسبب. المنافسين المستبعدين، هذولا لا يمكن أن نضعهم في حسباننا، وش النشاط، وما هو سبب الاستبعاد، ومن الموظف الذي قدم التقرير الذي يفيد فيه بأن هؤلاء لا تهتمون فيهم لأنهم لن يحققون شيء ولن يستطيع منافستنا لصغر حجمهم أو لبعدهم أو لعدم توفر تجهيزات أو ما شابه ذلك. منافسين محتملين، احتمال يكون هذا هذه الشركة أو تلك المدرسة احتمال أن تكون منافس محتمل إذا توفر لها تلك مثلا الاشتراطات، فالإحاطة بها تساعد في اتخاذ القرار. شركات صديقة ليست منافسة وإنما يمكن أن نتكامل معها ونتعاون معها. والمعلمين والموظفين المنتسبين للمدارس، الأسماء، تاريخ التحاقه بالمهنة، هل لازال يعمل أو هو مفصول أو قام بالاستقالة، لأن هناك فرق بين أن يفصل أو يستقيل هو، وما هو السبب، تقييم كفاءة المعلم أو الموظف في السنة الأخيرة من عمله، سواء لازال موجود أو انتهى عمله، كان كفء ولا إلى حد ما ولا غير كفء، علاقة المدارس مع من ترك العمل، وهذه مهمة جدا، العلاقة مستمرة ولا مقطعة، وما هو السبب. هل نفترض أن العلاقة تبقى باستمرار، لأنك لن تخسر من استمرار العلاقة مع كل من ترك الجهة. العلاقة مع أولياء أمر الطلاب وهم يعني شركاء في العملية، اسم ولي الأمر، تاريخ بداية التحاق ابنه، لا زال ابنه أو ابنائه في المدارس، تخرجوا، انسحبوا، العلاقة مع أولياء الأمور لا زالت مستمرة، منقطعة، وما هو السبب. نفس الشيء في هيئة التدريس والموظفين المستمرين أو السابقين، علاقة الشركة مع ممثلي الجهات التي تتعامل معها، سواء أثاث، وجبات غذائية، مقررات، طباعة، وما شابه، وش اسم الموظف اللي يمثل تلك الجهة، تاريخ بداية التعامل معه، لا زال يمثل الشركة التي تعاملنا معه أو لا، ترك الشركة، لا زال يمثلها أو تركها، وما هو السبب، علاقة الشركة التعليمية مع الذين تغيرت مواقع عملهم أو شركاتهم، مستمرة، منقطعة، وما هو السبب، علاقة الشركة مع ممثل العملاء أو متخذي القرار في الشركات أو الجهات التي تتعامل معها بنفس التقسيمات. طبعا هذه المعلومات في النماذج السابقة، إذا تم جمعها وتحليلها، فإن المدارس تستطيع أن تخرج بقرارات رائعة تساعدها في تحقيق ميزة تنافسية. الوقت غير كافي، أنا كنت مجهز نماذج أيضا لجامعة الملك سعود وأيضا لدار جامعة الملك سعود للنشر، لكني سأتجاوزها نظرا لضيق الوقت، وسأعرج على بعض الإضاءات بشكل سريع وأفتح المجال للنقاش. ربما أخذ الآن 5 إلى 10 دقائق من النصف ساعة المتبقية، أرجو أن يأذن لي الأستاذ عبد الرحمن والمشاركين. البيانات الضخمة تزداد ضخامة بسرعة هائلة وتحتاج إلى خطط معالجة وطنية على مستوى الجهات المسؤولة عن الاتصالات وأمن المعلومات. الفائدة من هذه البيانات لا زالت محدودة مقارنة بما فيها من فرص وقيم غير مستغلة، لأن التحليل لا زال بعيد عن الاستخدام وعن التطبيق. النظم الخبيرة والمتخصصة في تحليل البيانات
أقل من المطلوب، لازم نحتاج إلى أنظمة أكثر. فذكرت لكم قبل قليل هذين النظامين على سبيل المثال. هناك حاجة لتوظيف متخصصين في مجالات تحليل ومعالجة البيانات وكذلك أمن المعلومات، ولذلك أدعو الجامعات وجهات التأهيل والتدريب لإتاحة الفرصة لتأهيل المزيد من الخريجين في هذا الموضوع الحيوي الهام. القيمة التجارية الكبيرة للبيانات الضخمة ولها عوائد متنوعة بناء على آليات وطرق تحليلها. البيانات لها خصوصية ويجب العناية بها والتعامل معها بشكل جيد. قضايا الملكية الفكرية للبيانات مثار جدل كبير حاليا، والأنظار تتجه نحو ممارسات كبريات الشركات، ويمكن كلكم سمعتوا عن إشكالية فيسبوك وتسريب بعض البيانات، والآن تعد بأن توجد كل الأنظمة التي تكفل أمن البيانات. طبعا التعامل معها كان تجاري والاستفادة منها بشكل أو بآخر، وأحيانا تبيعها لدولة، تبيعها لشركة، تبيعها، المهم لا زال هاجس موضوع البيانات الضخمة. طبعا لينكدين، فيسبوك، تويتر، كل وسائل التواصل الاجتماعي فيها كم هائل من البيانات عن الأشخاص، تستطيع تلك الشركات أن تتعامل معها تجاريا، سياسيا، أمنيا إذا لم يكن درجة الأمان كبيرة. تحليل البيانات الضخمة يساعد في الكشف عن الاتجاهات الإجرامية أو التجارية أو السلوكية أو الوظيفية لدى أصحاب هذه البيانات، مما يجعل تحويلها إلى منتج مفيد للغاية. تقنيات الحوسبة السحابية من أهم الحلول للسيطرة على الكم المتنامي للبيانات. لابد من سن الأنظمة والتشريعات على المستوى الوطني والإقليمي لوضع موضوع الملكية الفكرية وخصوصية البيانات موضع الاهتمام والعناية. الاستمرار في إجراء دراسات حول انتهاك الخصوصية و يعني نسبتها هي تتزايد أو تتضاءل، وما هي الحلول في مواجهتها والأضرار الناتجة عن ذلك الانتهاك. أدعو مراكز البحوث في الجامعات والجهات الأخرى بالعمل المركز على تحليل البيانات التي تملك الجامعات والمكتبات الجامعية والمستشفيات، شركات الاتصالات، شركات الطيران وغيرها، والاستفادة منها في تحقيق عوائد أمنية، اقتصادية، اجتماعية مع مراعاة الخصوصية. دائما نركز على الخصوصية في البيانات. إنشاء قاعدة بيانات علائقية ذات قدرات دلالية بناء على خرائط الانطولوجيا لدى المنظمات التجارية والخدمية للتعرف على سلوك وميول العملاء وفق أنظمة خصوصية البيانات. طبعا الانطولوجيا هي عبارة عن خرائط مفاهيمية يستطيع من خلالها النظام فهم سلوكيات ورغبات الإنسان الذي يتعامل مع النظام من دون الحاجة إلى أن يفصل عن نفسه، لأن البرنامج تم بناءه بطريقة ذكية استطاعت أن تصنف أولئك المستفيدين فتتعرف عليهم بشكل آني وذكي. التركيز على أدوات مفاتيح النجاح وتشمل برمجيات تحليلات البيانات، وضع استراتيجيات دقيقة توظف تكنولوجيا المعلومات في إدارة البيانات الضخمة لنتمكن من مساندة ودعم وثقافة اتخاذ القرار المبني على معلومات دقيقة نتيجة لتحليل البيانات الضخمة. لابد من العمل على استقطاب العقول البشرية والكوادر المؤهلة المتخصصة في أعمال تحليل البيانات ومواكبة النقلة النوعية في كم وحجم وتسارع وتنامي البيانات التي يتم تحليلها. أشكركم جزيلا على إتاحة الفرصة، وأرجو أن يكون فيما قدمت إضاءة مفيدة حول موضوع البيانات الضخمة، وهو موضوع ذو شجون، موضوع كبير جدا تناولته من زاوية، وهناك زاوية أهم هي عملية تطبيقية تصبح في معمل حاسب آلي بتوفر المشاركين أمام المدرب ليتم تطبيق عملية تحليل البيانات وبناء النماذج التنبؤية والخلوص بنتائج تساعد متخذ القرار. شكرا جزيلا لكم، وأفتح المجال الآن لطرح الأسئلة أو التعليقات. تفضلوا كتابة. أستاذ عبد الرحمن، ما أدري تسمعني؟
اي نعم يا دكتور، تفضل. طيب انا بس انا تركت الفرصه للزملاء المنضمين اذا فيه اي تساؤل او شيء، فما اعرف هل وصلهم الكلام. اذا فيه شيء انا ما اشوف قدامي اسئله، هل فيه اي تعليق منهم؟ اي نعم يا دكتور، بس في المحادثة اسفل الصفحة على اليسار تحت. اي اي نعم، نزل الشات لاسفل شيء. هي الدنيا انا اللي ما كنت متابع جيدا. طيب ما هو التخصص المناسب ليستطيع الشخص العمل في تحليل البيانات؟ انا كما ذكرت قبل قليل اقول التخصصات المعنية بهذا الموضوع هي 3 تخصصات: علم المعلومات والاحصاء والاي تي او الحاسب الالي المعنيين بالبرمجة. فكل هؤلاء يستطيعون العمل في بيئة تحليل البيانات الضخمة وإدارتها. طبعا الفريق في المنظمة يجب أن يكون مشكل من هؤلاء 3، يعني أحدهم سيستطيع العمل لكن سيكون عمله ناقص، الآخر سيكمله، الثالث سيحدث مع 2 صورة كاملة للبيانات، لأن هناك من يقوم بالبرمجة وإدارة النظام، هناك من يقوم بعملية التحليل والوصول إلى النتائج، وهناك من يقوم بقراءتها في شكل توصيات تساعد متخذ القرار على أخذ القرار المناسب. في سؤال هنا يقول ما هو الفرق بين الكوربس والبيج داتا؟ الكوربس ما أعرف وش هو، لكن البيج داتا هي البيانات الضخمة، البيانات الكبيرة، البيانات ذات الحجم الهائل. أمثلة على برامج تحليل البيانات أنا ذكرتها في العرض، وقلت من أهمها هدوب. هدوب هذا أوبن سورس، يعني متاح والجميع يستطيع الوصول له، وفيه على فكرة في اليوتيوب معلومات عنه وعن غيره، يعني بالإمكان الوصول إلى اليوتيوب. والسؤال عن برامج تحليل البيانات الضخمة ستجدون أمثلة عليها مع شرح عملي على عينة منها. نفس السؤال، اذكر أمثلة على برمجيات التحليل، أنا ذكرت طبعا في أنظمة تجارية، يعني ليس هذا مقام ذكرها، لكن أعرف أنا أنه كل الشركات المعنية بالبرمجيات مثل مايكروسوفت، اي بي ام، جوجل، كلها لديها جهود في إنتاج أدوات لتحليل البيانات الضخمة. علم المعلومات والبرمجيات، ما فيه علم المعلومات والبرمجيات، علم المعلومات جزء والبرمجيات جزء آخر، لأن علم المعلومات يستخدم البرمجيات، البرمجيات يبرمج لعلم المعلومات. تحليل البيانات من الإحصاء وتحليل النظم، نعم الإحصاء هو الأقدر على تحليل البيانات، لكنه يستخدم البرنامج الذي أنتجه الحاسب الآلي ويقرأ جهده أخصائي المعلومات لتتكون لدينا توصيات مفيدة لمتخذ القرار. وادي السيليكون مخصص لحفظ البيانات؟ لا، وادي السيليكون هو جهة مهتمة بالحاسب الآلي وما يتعلق به من هاردوير وسوفتوير، من برمجيات وعتاد، كلها لها علاقة ببيئة التقنية من ضمنها البيانات. أما حفظ البيانات فلا، حفظ البيانات هو في المخازن السحابية التي يصل إليها المستفيد عن طريق الإنترنت، وطبعا تمتلكها شركات كبرى مثل جوجل وغيرها. جوجل الآن تتيح يعني تخزين سحابي مهول، شركة الاتصالات السعودية على سبيل المثال تتيح، غيرها من الشركات اللي فعلا تهتم بهذا الأمر. هل فيه برامج وخطوات معينة واضحة لتنظيم البيانات غير الجداول؟ طبعا الجداول هي اللي تساعدك على التنظيم. الجداول هذه يفترض أنها ما تراها، لكنها هي خطوة تقليدية يدوية فقط لتبسيط الفكرة. الجداول هذه يفترض أنها بيلت إن أو مبنية في داخل السيستم، في داخل النظام. النظام يجب أن يطور ويكيف بنماذج تنبؤية تقوم بجمع البيانات آليا من دون تدخل بشري، بعد أن تدخل البيانات في السيستم هو يصنفها حسب الجداول أو النماذج التنبؤية لتخرج لدينا نتائج التحليل التي يقوم أخصائي المعلومات بقراءتها وتزويد متخذ القرار بها.
كيف يمكن لغير المختصين في تحليل البيانات الضخمة، غير المختصين يعني يبقون غير مختصين، سيحاولون والمحاولة أحيانا نتيجتها نجاح وأحيانا فشل، ولذلك يبقى القيمة للتخصص، فهذا قدر يعني غير المتخصص أن يستعين بمتخصص، وجعلنا بعضكم لبعض سخرية، أنت ما تقدر تحل محل الخباز في يعني الخبز، وهو لا يستطيع أن يحل محلك كطبيب تعالجه، فأنت تخدمه في العلاج وهو يخدمك في الأكل، وتتكامل الجهود وتمضي الحياة. طيب النظم يا دكتور، نظم المعلومات ما نفهم وش المطلوب في هذه نظم المعلومات، يعني كثيرة، وإحنا نتكلم عن نظم إدارة البيانات الضخمة هي التي تتعامل مع تحليلها و استخلاص النتائج منها لنحقق القيمة المضافة. ذكرت أمثلة على برمجيات التحليل، ولعل أشهرها هدوب، هو برنامج open source مفتوح المصدر مجاني موجود على الإنترنت، يمكنكم البحث عنه في جوجل، ويمكنكم البحث عن معلومات عنه في اليوتيوب لتتعرفون عليه بشكل أوسع. المشاكل اللي نواجهها عند تخزين البيانات الضخمة، التخزين نفسه، البيانات الضخمة هي ضخمة، إذا ما كان التخزين بمساحة كافية لاستيعاب تلك البيانات الضخمة فسنواجه مشكلة، المساحة كل ما زادت كل ما كانت تكلفة في المال وتكلفة في المساحة وتكلفة في الحواسيب والخوادم التي تقوم باستيعاب تلك البيانات، فهي مشاكل، ولذلك تخفيف المشكلة من خلال تنظيم البيانات، تصنيفها، الاستغناء عن المكرر أو غير المهم منها، يساعد في السيطرة نوعا ما على تلك البيانات الضخمة. هل هناك تطبيقات لتحليل المعلومات في مؤسسات المعلومات؟ طبعا الآن مؤسسات المعلومات هي يعني بدأت تتجه خاصة عبر الأقسام العلمية والأكاديمية إلى تدريس يعني هذا الموضوع والعناية به في المؤتمرات وفي ورش العمل لتركيز الجهود عليه ويعني التوجه إليه. هناك جهود لكنها لا زالت غير رسمية، ونتطلع إلى أن نضع يعني مقررات بهذا المسمى في أقسام علوم المعلومات إن شاء الله. كيف يتم التخلص من البيانات الضخمة؟ التخلص من البيانات الضخمة كارثة، إحنا نريد أن نحافظ على البيانات الضخمة ويعني نمتلكها وليس نتخلص منها. البيانات الضخمة هي عبارة عن مجموعة كنوز مفقودة، إذا حافظنا عليها وصنفناها تم تقسيمها إلى أجزاء صغيرة وتصنيفها وتبويبها وهيكلتها استطعنا السيطرة عليها ومن ثم الاحتفاظ بها والخروج بالنتائج المرضية منها. سؤال مكرر، برمجيات التحليل، ما في نماذج يعني جاهزة يستطيع الإنسان الحصول عليها، نماذج لتحليل البيانات؟ أنا أقول تحليل البيانات هي تعود إلى حاجة الجهة، تفكر الجهة بناء على تخصصها، نشاطها، يعني المجال الذي تعمل فيه سواء كانت مجال تجاري، صحي، اجتماعي، تعليمي، خدمي، وتقوم بكتابة كافة العناصر التي تريد تجمع المعلومات فيها. هذه العناصر تخرج على شكل تقسيمات أو تبويبات تودع البيانات فيها، مثلا الاسم، العمر، الجنس، الجنسية، المستوى التعليمي، المدينة، وهكذا، وتودع البيانات، تودع البيانات فيها، ومن ثم يتم السيطرة عليها والخروج بالنتائج. البرامج المعنية بتحليل البيانات هي برامج قادرة على قراءة كل ما يتم إدراجه من بيانات رقمية، نصية، صوتية، صور، أشكال، والظهور أو الخروج أو العودة بنتائج بناء على المعطيات التي بني البرنامج عليها، فهي تخضع لرغبات الجهة ولحاجتها ويتم تقييمها من جهة إلى أخرى. أنا ذكرت لكم مثال قبل قليل على شركة تعليمية على سبيل المثال تملك عدد من المدارس في عدد من المدن، وذكرت لكم طريقة تحليل البيانات، وهذه ليست شاملة وإنما جزء من يعني المجالات اللي نعتقد أنها مهمة، وربما لو نجلس مع شركة تعليمية يزيدون في الاحتياج ونخرج بنماذج أكثر.
المعلومات يقدر يتعامل مع البيانات الضخمة، عندما يتم فقط تأهيله قليلا سيكون قادر على التعامل مع البيانات الضخمة. إذا أخذ دوره على استخدام البرنامج وتم إيداع البيانات بشكل صحيح، فإنه يستطيع هو أن يتعامل مع مخرجات البرنامج. اللي يبغى يطلع الآن الله يوفقه، مجمل الحديث يعني لبه انتهى، احنا فقط نجيب على التساؤلات، اللي ما تهمه يقدر يغادر، احنا سنغادر خلال يعني 5 دقائق 10 دقائق إذا ما فيه أشياء أخرى. المينيتاب لا، ما يعتبر من برامج التحليل، هو يعتبر من الأدوات اللي تستخدم وتضع عليه البرمجيات الخاصة بالتحليل ولا أي تطبيقات أخرى، هو وسيط وليس يعني سوفتوير. كيف يمكن لغير المتخصصين القيام بتحليل البيانات وما الطرق المصل لذلك؟ يعني غير المتخصصين يستطيعون القيام بتحليل البيانات بالطريقة التقليدية أو بأخذ دورات على استخدام البرامج المعنية بتحليل البيانات، ويجب أن تكون البيانات مودعة في تلك البرمجيات وعلى تلك المساحات المخصصة للتخزين، وخلاص يعني بعد هذا يمكن الاستفادة من برمجيات تحليل البيانات والخروج بالنتائج. المسألة تحتاج إلى فقط تدريب وإصرار الإنسان، من يعني نعم الله عليه أنه لا يقف أمامه شيء عندما يرغب في تحقيقه، فالإنسان قادر على التكيف ويستطيع تحقيق النجاح، فقط يكون لديه الرغبة. إنترنت الأشياء قادم وسوف تزيد ضخامة البيانات، كيف يتم التعامل معه؟ إنترنت الأشياء ليس قادم، إنترنت الأشياء موجود الآن ويتم التعامل معه. إنترنت الأشياء أصبح موجود، ومن بين الأشياء اللي ممكن أنا أذكرها كمثال على تطبيقات إنترنت الأشياء حاليا، أن الإنسان يستطيع من بيته أو عفوا من مكان خارج بيته إدارة بيته، يستطيع أن يراقب من خلال الكاميرا وش صار في البيت، يستطيع أن يتحكم نوعا ما في بعض الخدمات داخل البيت مثل تشغيل المكيف، إطفاء الإضاءة. الآن أصبحت يعني بعض منتجات الثلاجات في المنازل، إحدى الشركات عشان ما نسوي دعاية لن أذكرها، أنتجت الآن ثلاجة داخل المنزل ذكية تعمل بتطبيق إنترنت الأشياء، فقط تعرف المحتويات داخل الثلاجة، تربط الثلاجة عن طريق الإنترنت بالبقالة أو بالسوبر ماركت اللي أنت تتعامل معه، تتفق مع هذا السوبر ماركت على رصيد مالي معين، إما تدفعه مقدم أو تدفعه في نهاية الشهر. الثلاجة ترسل رسائل للمتجر عند انتهاء البيض أو قبل ما ينتهي بقليل، عند انتهاء مثلا الطماطم، عند انتهاء الدجاج، عند انتهاء الشيء اللي موجود. تتفاجأ أنه السوبر ماركت أرسل إليك الطلبات من دون أن تطلبها، لأن الثلاجة هي قامت نيابة عنك بطلب ما ينقصها. إنترنت الأشياء اليوم أصبح يتم التعامل معه في متابعة حالة مريض موجود في مدينة غير المدينة التي فيها المنشأة الصحية، فقط بواسطة جهاز استشعار يرتديه هذا المريض، وتستطيع المنشأة الصحية مراقبة ضغطه، قياس السكر، قياس الحرارة، والاتصال به عند الطوارئ وتنبيهه، تذكيره بمثلا أخذ الإبرة المعتادة ولا ما شابه ذلك، وغيرها من التطبيقات المهولة. الآن أصبح بإمكان المتسوقين في بعض المواقع التجارية، يعني مثلا سوبر ماركت، تحمل في العربة مجموعة بضائع، لا حاجة لأن تقف في سيرة أمام الكاشير، بإمكانك أن تمر عبر بوابة ذكية تقرأ من خلال مرور كافة البضائع الموجودة في هذه العربة، وتخرج لك على الشاشة قيمة المشتريات، وتمرر بطاقتك الخاصة بالدفع على الجهاز ليحصل على القيمة من دون أن تتحدث مع أحد أو تتعامل مع أحد وتمضي في طريقك. إنترنت الأشياء أصبح يقدم تقنيات مذهلة ومهولة، سنتحدث عنها إن شاء الله في لقاء قادم. نظم المعلومات، هل يعتبر من التخصصات المطلوبة في تحليل البيانات؟ نظم المعلومات هو من التخصصات اللي تتعلق برامج تحليل البيانات، فمن خلاله يمكن دراسة
البرمجيات الخاصة بتحليل البيانات، كيفية بنائها وكيفية التعامل معها وكيفية تطويرها، كيفية يعني إدراج النماذج التنبؤية فيها، المعالجات الإحصائية المناسبة لتحليل البيانات الضخمة إلى قيمة مضافة. يعني الإحصاء بشكل عام هو عبارة عن تحليل لنتائج، يحول البيانات إلى أرقام، يقرأ هذه الأرقام يخرج منها بنتائج تعطي معطيات، وين النشاط، وين الضعف، وين القوة، وين الميزة، وين العيب، وبناء عليها يمكن لمتخذ القرار أن يأخذ القرار. فالمعالجة الإحصائية بشكل عام هي تتعامل مع البيانات من خلال اعتبارها بيانات كمية. الإكسل من برامج التحليل، أي نعم، لكن برامج التحليل التقليدية ليس للبيانات الضخمة، البيانات الضخمة لا يستطيع أن يتعامل معها البتة. طريقة أمثل من الطرق المذكورة لتحليل البيانات، يعني أنا مثل ما قلت لكم ليس هناك طريقة محددة، وإنما هناك برمجيات، فالجهة تحدد الطريقة بناء على احتياجها، تضع المعايير والمتطلبات ومسميات التبويب للبيانات، ومن ثم تدرجها في برامج تحليل البيانات وخلاص. في جامعة الملك سعود على سبيل المثال أنا يعني أعمل فيها، لديهم الآن برنامج اسمه إتقان، هذا البرنامج يراد له أن يكون برنامج لتحليل البيانات الضخمة، يستورد البيانات من كافة وحدات الجامعة، لا زالت بعض الوحدات تقاوم هذا التغيير، لم تتعاون، يستورد البيانات بشكل آني، يخزنها ثم يقوم بتوزيعها حسب التبويب الموجود داخل النظام، ويخرج بتقارير، هذه التقارير تحتاج إلى محلل إحصائي وأخصائي معلومات يقرأها ويزود متخذ القرار في الجامعة بالتوصيات اللازمة. يعني أنا أعتقد أنه الأمر يخضع لاحتياج الجهة ورغبتها. للأسف ليس هناك دبلوم يركز على تحليل البيانات الضخمة على حد علمي، لكن نرجو إن شاء الله أن نشوف شيء في القريب العاجل، وأعتقد أنه أقسام الجامعات الأكاديمية المعنية تستوعب التغيرات أولا بأول وتحدث خطتها الدراسية، لعلنا إن شاء الله نشوف شيء قريب. البيج داتا موضوع بحثي لمادة الندوة. طيب البيج داتا هو البيانات الضخمة، وشيء جيد، يعني إنه أنا أعتقد معظمكم لديه معلومات على الأقل الحد الأدنى عن موضوع البيانات الضخمة ما هو وكيف تتعامل معه. الشهادات هذه عند الأخ عبد الرحمن، ستصلكم بالطريقة اللي يعني ينظمونها، أنا ما أعرف والله كيف، لكن ستصلكم إن شاء الله، الدورة ما خلصت. لا حاجة للتخلص من البيانات الضخمة، هذا سؤال يتكرر، كيف يتم التخلص من البيانات الضخمة؟ يمكن المقصود كيف يتم السيطرة على البيانات الضخمة، أما التخلص منها فهو كارثة، ما في أحد يفرط في الكنز اللي بين يديه، وإنما التعامل معها من خلال تخصيص مساحة تخزين كافية، وتعامل معها حسب تنظيم وتصنيف جيد، وتحليلها عبر برمجيات التحليل. المسمى الوظيفي أخصائي تحليل معلومات أو أخصائي تحليل بيانات، طبعا هذا من عندي، ولا أنا ما أعرف وش المسمى الوظيفي المصنف، يعني هذا ممكن تسأل عنه الخدمة المدنية أو جهات التصنيف المعنية بالتوظيف. طبعا في شركات بدأت تطلب متخصصين، فعلا في شركات كثيرة جدا، يعني أنا أعرف أنه شركة أرامكو، شركة الاتصالات السعودية، يعني عدد من الجامعات أصبحت تهتم بهذا الموضوع بشكل واضح. التخزين السحابي ميزته أن مساحاته واسعة تستوعب الكمية اللي لدى المنظمة وأكثر، فهو قابل للتوسع، ما في شيء غير محدود، كل شيء له حد، لكن الحدود الخاصة بها لا زالت يعني تستوعب البيانات وهي قابلة للزيادة. يلزم وجود تخصص للتحكم بالكم الهائل، نعم الاكسل برنامج التحليل هو برنامج التحليل التقليدي، التخصص القانوني الذي يصب في حماية هذه المعلومات. طبعا التخصص أمن المعلومات، أنا أعتقد في الحاسب الآلي في شيء يتعلق بأمن المعلومات، هم المعنيين بخصوصية البيانات، طبعا احنا نتكلم عنها من حيث
التهكير او السقو التقني. اما السرقات بشكل عام فهذه يعني موضوعها اخر لدى يعني المعنيين بحماية حقوق الملكية الفكرية. إنترنت الأشياء قادم، نعم صحيح. طيب، يصعب الحصول على الداتا والإحصائيات التي قام بها الباحثين من أجل عمل مقارنات دراسات ذات علاقة. فعلا الحصول على البيانات هذه معضلة أيضا، لأن أحيانا صاحب البيانات ينظر إليها بأنها ملكية وخصوصية وسرية وهكذا، فهذه إشكالية تحتاج إلى تثقيف وتوعية. وأنا أعتقد أن البيانات السرية التي تستحق أن تكون سرية هي ضئيلة جدا إذا نظرنا إلى البيانات بشكل يعني دقيق. ما في شيء يستحق السرية إلا ما ندر. نستطيع أن نتعامل مع كافة البيانات ونلغي السرية، ما عاد في شيء اسمه سرية، يعني المفروض ان البيانات امام الجميع والتعامل معها بذكاء. هل اختزال البيانات الضخمة واختصارها والتركيز على المهم منها يساعد في جعل هذه البيانات ذات قيمة مضاعفة على مدى بعيد؟ اختزال البيانات الضخمة خطأ. تفكيك البيانات الضخمة ويعني تقسيمها والسيطرة عليها هو الصحيح. طيب، شكرا جزيلا لكم جميعا. الحديث ذو شجون، يعني أرجو أن يكون فيما قدم فائدة، وأعتذر إن أخطأت أو يعني أغفلت بعض النقاط اللي أحببت أن نمر عليها، ولكن هذا ما سمح به الوقت. وأشكر مرة أخرى المكتبة الرقمية السعودية على إتاحة الفرصة، وأسأل الله للجميع التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ختاما، لا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لسعادة الدكتور علي بن ديب الأكلبي على ما قدم من دورة تدريبية مميزة، سائلا الله أن يجعلها في ميزان حسناته. شكرا جزيلا لما حضر، ونلقاكم مجددا في دورات تدريبية من دورات المكتبة الرقمية السعودية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.